بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يعني ولا من باب التغيير إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 805. المهندس عدلي عايز يحسبها ولو من باب التغيير. طب ما تغير. بص يا أستاذ إبراهيم، ما من حدث يعني المفروض يصدر طاقة إيجابية وفرحة لجمهور الأهلي وفخر للنادي الأهلي ومكسب للنادي الأهلي إلا ويتزامن معه حملة للانقضاض على هذه الفرحة وخلق السلبيات وإثارة العراقيل وخلق المشكلات. الأهلي هيخش في هيلعب كأس العالم للأندية، لا ده الرجاء والمغرب ونستضيف ونعمل ونخش في الشوشرة، وبعدين نبتدي بقى ازاي نقلق جماهير الاهلي. واحيانا بيبقى احنا بنساعد في دي من غير ما نحس. عملنا ماتش كسبنا في اخر ثانيه، النتيجه مقلقه مقلقه مش عايز اناقش، لكن ان انا اصورها ان انهيار وتراجع هي يبقى احنا كده بنتخلى عن اثمن واغلى واقوى ثقافه لينا اللي هي ثقتنا في قوة موجودة في الأهلي، قوة كامنة، إن تبقى متأخر بـ8 و9 و10 و12 بونت وتقول الدوري بتاعنا. إحنا بنبقى متقدمين لمجرد تجربة سابقة بفعل فاعل، ها؟ فأنت دلوقتي هيبتدي نغمة إيه بقى؟ بعد التشكيك والبطولة هتتسحب ولا مش هتتسحب والكلام فارق كله هرتلة، واخد بالك؟ دخلنا في ايه بقى؟ الجدول ومش ممكن وممكن ونادي لا لا، على اتحاد الكوره على المعنيين ان يفهموا الاهلي لما بيروح ما بيقعدش يتفسح، مش رايح في رحله سياحيه، ده بيلعب ماتشات، بيلعب تنافسيه اعلى بكتير من اللي احنا بنلعبها هنا، بضغوط اعلى بكتير، بتوقعات اعلى واهم بكتير، ها؟ ويتخلل السفر رايح وجاي، فما ينفعش بقى يتقال لا والاهلي وش معنى يتاجل له؟ لا، اي حد في هذا الظرف هيتاجل له، ومش من حق حد يقول اش معنى، ومش من حق حد بقى يا جماعه يستدرجنا، لان انا في حاجه يا استاذ ابراهيم خطر جدا 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 بقت واضحه جدا، الكثير من الاسماء المدسوسه على النادي الاهلي، وممكن يبقى على فكره واحد وبيغير اسمه ويعمل لك اكتر موقع او جروب عامل 20 اكونت ويتكلم ويرد على نفسه او مجموعه طايحه في النادي الاهلي. يعني حسابين باسماء مجاميع اسماء جميله قوي تحس انها بتتعسر عشان النادي الاهلي وبروفايل اهلاوي وشعار الاهلي. لا 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 لا، لا الاهلي ينفع ولا المدرب ينفع ولا اللعيبه تنفع ولا المجلس الاداره ينفع، وفك الكيس واعمل مش عارف ايه وكلام كله له مبني على معلومات وله مبني على واقع حتى، لان لم يحدث انفاق على النشاط الرياضي وكره القدم زي دلوقتي، والنادي مش شماسي وكراسي. الكلام اللي كان بيتقال في وقت ما لا، النادي كما شراء يعني بطولات وكراسي وشماسي ومكان يليق بالنادي الاهلي وصفقات ولاعبين وصفقات ولاعيبه والنادي الاهلي ماشي في كل حاجه. طبعا هو النادي اللي يجيب خبراء يا استاذ ابراهيم اجانب في العاب جماعيه تحت وفوق ناشئين وكبار، ده نادي ما بيفكش الكيس. طب النادي ما فيش مره ما راحش جاب طلبات الاجهزه الفنيه، ودي وعلى فكره عايزين نناقش القضية دلوقتي، هو مين الصح؟ النادي لازم يفرض الصفقات ولا المدرب صاحب الكلمة؟ دي قضية مهمة جدا لازم نناقشها ولازم نحرج كمان المهندس عدلي فيها، لكن نشوف الأول أبرز ما في الحلقة من تفاصيل. مقالي ومقالوا الفريضة الغائبة. الغربال، هل ممكن وهل فيهم رجل رشيد؟
وبعظمة لسانه إعلام ساعة لقلبك. لكن الشموع الحمراء عن الأستاذ. وفي أسرار الملك سعيد أبو النور. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن قبل ما ندخل فيه عايز أقول لكم إنه بكرة إن شاء الله الأهلي هيستأنف تدريباته استعدادا لمباراة سموحة اللي هتكون يوم الأحد إن شاء الله. فريق خد راحة النهاردة بعد تمرينة امبارح، ومارسيل كولر المدير الفني بيستعيد لهذه المباراة قلب الدفاع محمد عبد المنعم اللي غاب المباراة اللي فاتت لتراكم الإنذارات، لكن بقية اللعيبة جاهزين باستثناء المصابين اللي بيأدوا المراحل التأهيلية، إذا كان طاهر محمد طاهر أو برونو سافيو أو بيرسيتاو، آسف، برونو سافي وبقية اللعيبة كلهم جاهزين، الإصابات فقط طاهر وبيرسي تاو. والأهلي بيطمح للفوز على سموحة علشان يواصل بإذن الله الحفاظ على صدارته للبطولة. بكرة الأهلي هيتمرن الجمعة ويتمرن السبت ويدخل معسكر، والمباراة يوم الحد إن شاء الله الساعة 7 مساء. كلاتنبرج كمان رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج اجتمع مع الحكام، كان في غضبايه كده لبعض الحكام في الاتحاد اللي هم ما بيلعبوش الفتره اللي فاتت، فحاولوا يروحوا للاتحاد ويطالبوا يعملوا وقفه. الاستاذ جمال علام قال لهم تاني يوم تيجوا تقعدوا مع كلاتنبرج، قعدوا امبارح مع كلاتنبرج اللي فهمهم سياسه عمل اللجنه الفتره الحاليه. وكمان في اجتماعه مع جمال علام استقر على اختيار المساعدين ليه، ومستقر على تعيين الكابتن محمد فاروق كنائب لرئيس اللجنة مساعد مباشر ليه. يعني بطريقة ما هنشوف تأثير وجود محمد فاروق على فلسفة الأداء بالنسبة للتحكيم. هل هيكون إيجابي ومتعاون مع رؤية وسياسة وفلسفة كلاتنبرج، ولا هيكون رقابي على هذه الرؤية؟ طيب بكرة كمان الجمعة مساء في قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، مصر هتستضيف هذه البطولة، بطولة المؤهلة لكأس العالم، هتستضيفها في شهر فبراير القادم. بطولة تحت 20، القرعة هتتعمل في مركز المنتخبات الوطنية في مشروع الهدف في 6 أكتوبر، في حضور ممثلين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة. البطولة بتشارك فيها 12 دولة بالإضافة إلى مصر، نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. المنتخب الوطني للشباب فيه 30 لاعب حتى الآن، كابتن محمود جابر ما استقرش على القائمة النهائية، لكن القائمة اللي موجودة حتى الآن فيها احمد نادر السيد وكريم احمد نبيل ومصطفى مخلوف ومحمد عادل امين، وفي الدفاع في عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وعمر فايد وعبد الرحمن جوده ويوسف شعبان وعياد العسقلاني وكريم الدبيس واحمد رضا ومحمد حمدي، وفيها كمان من نص الملعب خالد عوض ونور علاء الدين واحمد رشد واحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء واحمد عبد الرحمن ويوسف العزب ومصطفى أشرف، وفي المهاجمين أحمد شريف ومحمود مرسي وصلاح باشا ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش. واضح أنه من لعيبة الأهلي مصطفى مخلوف حارس المرمى الموهوب وعبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس وميدو نبيل يا باش مهندس. يعني أنا مش عارف هي تحت كام دي؟ 20. يعني انا بشوف ان في لعيبه في النادي الاهلي بس يمكن اصغر سنا. يعني ايا كان نتمنى. بص البطوله دي عندنا في مصر بقى، ايوه، عيب ما نؤديش وما نعملش وما نكسبهاش وما نتاهلش، عيب يعني. مليانه مواهب كلهم. يعني 20 سنه يعني ايه؟ هم دول اللي عين عليهم بالنسبه للفريق الاول دلوقتي. ومنهم هتلاقي ناس بتلعب مع فرقها فوق.
يا رب يا رب نوفق، وايا من كان يعني احنا مش هنقول انتماءات هنا، ده منتخب مصر عايزينه ينجح باذن الله ان شاء الله. الاتحاد الافريقي كمان بيحدد يوم 27 ديسمبر مهله اخيره للانديه المشاركه في دور المجموعات في دور الابطال وفي الكونفدراليه عشان تحدد الملاعب اللي هتخوض عليها مباريات دور المجموعات والادوار الاقصائيه التاليه، وبيشترط عليها انه الملاعب تكون مجهزه بالاضاءه علشان يواجه مشاكل ضغط اقامه المباريات نهارا. ده الاتحاد الافريقي؟ اه طيب حلو قوي. اه لما هو بيشترط دلوقتي ان الملاعب تكون مضاءه، ايوه، هيشترط في الملاعب الافريقيه نفس الشرط؟ ما هو ده لكل الانديه المشاركه في البطوله. دعنا ننتظر. آه. لان كل دلوقتي ده في جنوب افريقيا اللي عندها معظم ملاعبها مضاءه، لما بتيجي تلعبك يقول لك الساعه 3. فارجو يستغل لك في رمضان بالذات. ايوه، فارجو ان ده يبقى قرار على الجميع. الكاف حدد موعد اقصاء 27 ديسمبر للاتحادات اللي انديتها مشاركه تبلغ الفيفا بالملاعب علشان تبدأ فيه زيارة في 6 و7 يناير للجنة تفتش على هذه الملاعب، وأنه 16 يناير ده آخر معاد لاعتماد الكاف لهذه الملاعب. وبمناسبة الكاف يا جماعة، يمكن مستر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي كان له مؤتمر صحفي امبارح، الرجل تحدث عن بطولة دور السوبر الجديدة اللي هتتلعب في شكل الجديد المفترض يوم او في اغسطس 2023. متسبب في المؤتمر ما اشارش الى تعديل نظام البطوله، يعني ناس كتيره اتكلمت ويمكن السوشيال ميديا اهتمت كتير بانه لا هيتم تقليص العدد لـ8 انديه علشان في مشاكل في التسويق والرعايه. حتى الان لم يصدر قرار من الكاف بشان هذه البطوله، المؤكد فقط ان المفروض تتلعب في اغسطس 2023. الشكل بتاعها ايه؟ هل بالشكل الكبير الضخم اللي كان الاتحاد الافريقي تحدث عنها قبل كده، واللي موتسيبي قال ان ديت بطوله مهمه جدا ومن شانها بجوازها الماليه الجديده انه تعمل قفزه في رواتب اللاعبين وتزيد من قوه المنافسه، وانه الكاف بيامل من ده لتطوير الكره في افريقيا. وقال كمان ان انا اثق ان ارتفاع الرواتب سيجعل لاعبي افريقيا في مستوى لاعبي اوروبا، وقال العالم كله بيتطور، واحنا قال حتى ضرب مثال بكرواتيا، قال لك كرواتيا بتقودها امراه عدد سكانها قليل لكن منتخبها تمكن انه يفوز على البرازيل. واكد موتسيبي انه فخور باداء المنتخبات الافريقيه في مونديال قطر، وقال ان المغرب فتح الباب لينا وجعلنا فخورين، وفي المونديال المقبل سنذهب لأبعد من ذلك. شوف هنا بس اللي أنا في الملاحظة اللي أنا واخدها، إن مازال الناس بتجيب أخبار وأنا معرفش مصادرها إيه. أيوه. يعني إحنا كنا من كتر اللخبطة الساعة اللي فاتت دي مقضيينها عشان نوصل للحقيقة. هو فعلا في الأندية 8 ولا 16؟ هل كل بلد ليها منتخب ولا ممكن يبقوا اثنين؟ فريق ولا اثنين؟ فريق ولا اثنين؟ لحد ما قدرنا نتأكد ان حتى الآن لم يصدر شيء بخصوص هذا النظام، يعني كل شيء وارد. أي. يبقى الأخبار اللي بتنزل هل هي أخبار تستند إلى معلومات مسربة؟ أو هي للمكايدة؟ لأن الحقيقة حتة المكايدة واخدانا في سكة وحشة قوي. ما بقتش عارف الحقيقه فين يا استاذ ابراهيم. طول النهار في اخبار للتشكيك اللي هي ايه؟ يعني اما بتقول خبر وانت عارف انه مش سليم. طب ما انت بكره الصبح يعني هيتكشف انه مش سليم. البلبله دي ايه المقصود منها؟ يعني احنا بقينا في عالم فقد المصداقيه، مش عارفين نصدق مين. اذا كنا احنا واحنا قريبين من المصادر والمفروض نوصل للحقيقه، عندنا صعوبه ان احنا نوصل للحقيقه. فما بالك بالجماهير التي يتم التلاعب بها. وضع مش سليم ومش سوي. ويجب ان يوضع لها حد. ده كلام مهم جدا، لانه فعلا
مجرد كلام بيتقال يتحول الى قصص وحكايات واخبار وتقارير، وفي الاخر تصفى العمليه على لا شيء. متسيب بكلامه انه حتى لما جه يذكر اسماء انديه قال لك انا بحترم الاهلي وبحترم الزمالك وبحترم الوداد وبحترم الترجي، ذكر كل انديه الشمال الافريقي مبديا تقديره ليها، لكن الشكل اللي العام هو استاذ ابراهيم طبيعي. لا اساميها جت في الاشاعات. اه يعني قال لك يشارك من مصر الاهلي، يشارك من المغرب الوداد، في اشاره الى استبعاد الزمالك والرجاء، او بلاش استبعاد، عدم ضم الزمالك والرجاء، ويطلع ان كل ده بالونه ملهاش حقيقه يعني. فهو الظاهر اتسال سؤال فجاب الامثله انه بيحترم بشكل الجميع. مباشر، وده طبيعي، بس الاحترام شيء ونظام البطوله شيء. انت بتحترم الناس كلها، صحيح. انت راجل بتنزل انتخابات، هتقول ما في حد ما بتحترموش؟ لا، لكن النظام ايه؟ وبعدين ايه يعني اللي تقودها امراه؟ احنا هنخش في العنصريه تاني. طيب دي كانت بعض الاخبار السريعه، لكن تبقى ضربه البدايه. مقالي ومقاله الفريضة الغائبة. بصوا بقى، ممكن ننعي بس الشهيد لاعب الكرة الفلسطيني اللي استشهد برصاص الحياة رصاص الاحتلال الإسرائيلي طال لاعب الكرة الفلسطيني الشهيد أحمد مصطفى درغمة اللي استشهد، هو 23 سنة، أصيب كمان 5 آخرين بنفس الرصاص فجر اليوم الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. الشهيد رغم من طوبس، لعب كرة قدم في فريق ثقافي طول كرم وأحد هداف الدوري، عنده 6 أهداف. قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في اقتحام مقام يوسف شرقي نابلس. ربنا يرحمه ويرحم هذا الشعب الذي يعني قدره أن يواجه هذه المحنة بشكل يكاد يكون يومي دلوقتي. كل التعازي لأسرة كرة القدم الفلسطينية ولكل الإخوة في فلسطين. طيب كنا بنتكلم في مقالي ومقاله عن الفريضة الغائبة. بصوا كل الناس وهي بتتكلم تسمعوا أحلى كلام، عايزين العدالة، فين العدل، وكلمة حفاظا على تكافؤ الفرص والفير بلاي، وهو واللعب النظيف وتكافؤ الفرص، وكلها أمور مفروضة، أمور مفروضة ولازم تكون موجودة في أي مجال تنافسي، لكن غايبة. هي دي فعلا الفريضة الغائبة اللي حتما لازم تبقى موجودة لكن للأسف غايبة. وهقول لكم، لما أعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب، البطولة من 1 ل 11 فبراير والسفر 28 يناير، هنا قفز لأذهان الجميع هو الدوري هيحصل فيه ايه في العشر 11 يوم دول. شفنا حد يطلع يقول لك مستحيل ان الدوري يتأجل ومش هنوقف الدوري عشان الاهلي وفرقتي هتلعب، فالناس تستدعي من الذاكرة المتوترة اصلا ما سبق انك انت في الموسمين اللي فاتوا يأجل للاهلي 3-4-5 ماتشات في خلال فترة المونديال، وارجع يا معلم العب مضغوط، يحط لك 10 ايام العب 4 ماتشات يخلص عليك، ومفيش فرقه فعلا هتبقى واصله للتوب فورم في بطوله عالم بكل الضغوطات والتوتر والمستوى التنافسي العالي والتركيز الشديد واجواء بطوله عالم، ويرجع عشان يلعب في الدوري مضغوط تقريبا كل يومين وساعتين مباراه. ده اللي افقد الاهلي بالمناسبه بطوله الدوري في المرتين اللي فاتوا، ده كان من ضمن اهم الاسباب اللي ضيعت نقط في الفترتين اللي في البطولتين اللي فاتوا. فواضح ان الناس عايزه تعتمد نفس المسطره ونفس الفكره ونفس الطريقه في انك انت تخلص على الاهلي. هنا العدل فين؟ يقول لك لا، مفيش حاجه اسمها الدوري يقف عشان الاهلي. طيب كابتن عامر حسين ايه المطروح عنده باعتباره مسؤول عن اداره المسابقات؟ في 3-4 بدايل مطروحين قدام هذا الرجل. واحد منهم ان انت خلال ال10-11 يوم وحفاظا على انك انت الدوري يستكمل
ممكن تلعب كاس الرابطه وممكن تلعب بعض الماتشات في كاس مصر بعيدا عن الاهلي، وتاجل للاهلي مبارياته سواء في كاس الرابطه او كاس مصر، وتبقى استغلت ال 11 يوم وحافظت على النسق الكامل بتاع الجدول، جدول الدوري. طيب لو هتاجل الدوري ال 10 11 يوم اللي ممكن يتاجلوا، انت كان في شرط ان انت عايز تخلص الدوري 30/6. بهذا الشكل قال لك لا، الاهلي بالطريقه دي هيرجعنا نخلص في اغسطس. هو ال 10 11 يوم اللي ممكن يتاجلوا بدل 30/6 تخلص 10/7، يبقى ما رحتش ل 30 اغسطس زي ما بتخوفوا الناس. في حل تاني ان الدوري يتلعب في الفتره دي نزولا عن ضغوط ورغبه هذه الانديه المنافسه للاهلي واللي بترغب فعلا انك تجهز على الاهلي. بس هنا حق الاهلي فين يا باشمهندس؟ قبل ما اعرف منك رايك هقول لكم خلال الفتره بتاعه المونديال ايه عدد المباريات وتواريخها، عشان لما نتكلم على الفريضه الغائبه وتكافؤ الفرص يبقى الاهلي ما بيطالبش بحاجه انفير، بالعكس بيطالب بالحق القانوني والمنطقي جدا. الاهلي المفترض يسافر للبطوله حسب الفيفا يوم 28 يناير ان شاء الله. انت حطيت لي في الجدول ان يوم 29 العب مع حرس الحدود. طيب خلال الفتره ال 15 يوم الاولى من فبراير اللي هي فيهم بطوله العالم، الاهلي مع حرس الحدود 29 يناير، ده في الاسبوع ال 16. بس الاهلي 1 فبراير هيلعب مع اوكلاند سيتي في بطوله العالم. مع المقاولين المفروض يلعب يوم 6 فبراير في الاسبوع 17. بس في بعديها باربع ايام المفروض يلعب مع القطن الكاميروني 10 و11 فبراير في الجوله الاولى لدوري الابطال، ومع الاسماعيلي يوم 14 فبراير. الكابتن عامر حسين منتظر ان الكاف يحل موضوع مباراه الاهلي في افريقيا، لان انت عندك مباراه القطن الكاميروني يوم 10 او 11 فبراير، فلازما هيرحلها. هيرحلها لانهي نقطه؟ وبناء عليها عامر حسين يوضب الجدول بتاعه بناء على الميعاد الجديد بتاع الاهلي والقطن الكاميروني. دي برضو نقطه، لانه الكاف لازما هياجل مباراه الاهلي والقطن واول مباراه للوداد المغربي ايضا في دوري المجموعات، باعتبار الوداد كمان موجود في كاس العالم. عامر حسين منتظر الكاف هيحط مباراه الاهلي والقطن امتى. طيب لو لعب الدوري، لو لعب الدوري فين الحق القانوني للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي المنافسين الثلاثة، وأنا مش هروح لبقية الجدول، المنافسين المباشرين للأهلي دلوقتي ما دمنا هنتكلم على تكافؤ الفرص، الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، أو فيوتشر والزمالك وبيراميدز حسب الوضع الترتيب الحالي. الأربع الثلاث أندية دول المنافسين المباشرين للنادي الأهلي. حق ربنا، وعشان ما يتكررش بقى الكمين بتاع المره اللي فاتت في المرتين اللي اصطادوا فيهم الاهلي واللي الكابتن سيد عبد الحفيظ لازم يصر عليه ويتمسك بيه، ان انت عشان تاجل لي اي مباراه شوف لي ماجلها لي من الاسبوع الكام، وكل منافس من المنافسين الثلاثه المدد البينيه اللي خدها قبل هذه المباراه بتاعته انا اخدها. يعني مثلا لما تيجي تقول لي نادي الزمالك يا باشمهندس هيلعب مع فيوتشر يوم 29 يناير، بعدها بثمان ايام كاملين هيلعب مع فاركو 6 فبراير، لانه يناير 31، فانت اديته 8 ايام قبل ما يلعب مع فاركو. هل لما تيجي تاجل للاهلي الثلاث مباريات بتوعه هتديله الثمان ايام دول ولا لا؟ ما ينفعش الاهلي يلعب الا اذا اخدهم. ما دمت بتتكلم على تكافؤ الفرص، كل مده بينيه قبل كل مباراه. طب لو الاهلي ما كانش راح كاس العالم كان هيلعب يوم ايه؟ هيلعب يوم 29 يناير وهيلعب 1 فبراير. 1 فبراير مش 6؟ لا مع لا ده 1 فبراير اوكلاند 6، هيلعب يوم 6 6 مع المقاولين. يعني اذا كان عنده نفس المده البينيه يبقى لازم ياخدها. ايوه ما بتديلوش ميزه هنا عشان يقول لك اذا كان هو كان عنده 4 ايام هتديله 7 ايام ليه؟ لا نفس المده. ايوه بس خلاص خلصت. يبقى حق يعني عشان كده اقول لك من باب التغيير. ايوه جددوا بقى، جددوا الشغل اللي ضد الاهلي، يعني ابتكروا اعصروا دماغكم كده فكروا في حاجات تانية، لكن نفس الاسلوب ونفس المنهج هتبقى كتير.
كده يا جماعه ده العدل، والعبوا غيرها انه الاهلي يتضغط ويتعمل له الكمين ده بتاع المرتين اللي فاتوا، ونسمع الاصوات اللي بتقول دلوقتي لا مستحيل الدوري يقف عشان الاهلي. يا سيدي ما توقفش، كمل والعب، بس الماتشات اللي هتاجلها للاهلي ما تتحطش الا بالمدد البينيه في الفتره الزمنيه اللي المنافسين الثلاثه بتوعه خدوها. مش بكلمكم على الزمالك، زمالك وبيراميدز وفيوتشر باعتبار ان المنافسين المباشرين دلوقتي. اي واحد ترجع تقول الثالث والثاني ولا انما اضغط والعب، ادي لك اربع ماتشات وهاتهولي بقى على الحجر بعد كده، اديله اسبوع قول له العب فيها الاربع مباريات ونعمل ايه علشان المصلحه. المصلحه تقتضي العداله، بمعنى ان انت في الفتره اللي دول هياخدوها الاهلي ياخدها، لانه الزمالك ماتشاته يلعب يوم 29 في الاسبوع 16 مع فيوتشر، ياخد 8 ايام كاملين عشان يلعب مع فرق يوم 6 فبراير في الاسبوع 17، وفي مباراه لكاس مصر 3 فبراير محتمله، بس دي في ضوء مباراه الاهلي وسموحه لو الاهلي في كاس مصر تاهل والزمالك تخطى بيراميدز، فحتى الان ديت مواعيد محتمله مش مؤكده، انما المؤكد الدوري. الزمالك مع فيوتشر 9 يناير ومع فاركو 6 فبراير ومع سموحه 14 فبراير، بينهم مباراته مع شباب بلوزداد 10 او 11 فبراير. بيراميدز نفس الحكايه وفيوتشر نفس الحكايه، يزيد يوم او يقل يوم، لكن زي ما بقول لكم الحق اللي لازم الاهلي يتمسك بيه والكابتن سيد عبد الحفيظ يصر عليه، الماتشات اللي تاجلها لي حطها لي في مدد زمنيه مساويه. الا اذا الا اذا كان الكره المصريه والمسؤولين عنها يروا ان الاهلي ده ما يهمهمش في حاجه، وان بطوله العالم للانديه دي ما تعتذر عنها، وانك انت احنا مالنا ما انت بتروح تلعب بطوله العالم للانديه. اذا كنتوا شايفينها يعني من هذا المنظور يبقوا يعني يقولوا لنا بس نفضل في المغرب بقى. وضحوا لنا، لان كده بصراحه انت ما بتاخدش المسطره الواحده الا في افريقيا حتى باخطائها. أيوه. افريقيا مليانه اخطاء. ايوه. والتحكيم سيء وكل حاجه، لكن سيء بمسطره واحده. الا هنا تشعر، يقول لك حكامنا بخير. اخطر كلمه تضرب بيها حكامنا الجمله دي. طب لما هم بخير بيغلطوا ليه؟ يبقوا يقصدوا يغلطوا. اذا كان حكامنا بخير يبقى ما فيش خير. لانك انت لما تقول ولا سلامه. لانك انت لما تيجي تقول لي لا لا لا، مين قالك انه ده في منتهى الكفاءه، وتشوف الاداء بتاعه منتهى الانحياز. اذا كان هذا الامر هكذا مش هتبقى اخطاء بقى. ايوه. هتبقى يعني توجيه. بالظبط. صفاره اداريه. واحنا ننأب حكامنا انه يتحطوا في هذا الموقف. ولذلك كل حكم على راي الكابتن سمير عثمان العب لسمعتك. لتاريخك. حب نفسك اكتر من اي حد. يا عم يوما ما هتبطل واللي هيلحقك بيها المشوار. يا عم هو انت مش عايز ليه تروح كاس العالم؟ هو انت ليه مش عايز تروح كاس الامم الافريقيه؟ هو انت ليه مش عايز تلعب في التصفيات؟ عارف ليه؟ لان زي ما قلت لك مصطفى العقاد قال لك ايه؟ تفوق في المحليه توصل للعالميه. اذا كنت انت ادائك هنا يشوبه الملاحظات دي كلها هياخدوك بره يعملوا بيك ايه؟ صحيح. دلوقتي في حكمات بيسافروا يلعبوا في البطولات دي وحكامنا قاعدين يندبوا حظهم. رجالتنا. رجالتنا، انتوا اللي عاملين في نفسكم كده على فكره. انتوا اللي مدين ودنكم وعقلكم ودماغكم لناس تحرككم زي ما هم عايزين. اللي بيحدث في الفار عندنا والله العظيم ثلاثة لو يحصل فيه تحقيقات، أنا يعني الراجل مفيش ماتش ما بيعلقش عليه. هو في ماتش للنادي الأهلي ده بيتحسب له يا راجل بالفيمتو سنتي، مش بالفيمتو ثانية. ده يبتدي يقول لك الضل، يعني بعد شوية يقول لك العطسة. العطسة دي أطول من العطسة دي. الظل بتاعه في صايع. يعني في ماتش المقاولين والمصري جون المقاولين يتحسب، جون الاهلي يتلغي. والناس كلها تطلع تقول لك صح. ماتش اللي قبليه ضربتين جزاء غير اللي اتحسبت ما اتحسبوش. ايوه. وفيهم طرد. يعني انت بمجرد ما يديك حق يبقى كفايه عليك كده. انت النهارده اتعشت وخدت مني كفايات. لا ده انت خدت مني اللي انا مش متفق عليه حتى.
ما تحرجنيش بقى، مش هديك. ده وضع غير عادل، ولذلك بقول لك ولو من باب التغيير اعدلوا. اعدلوا لان هي دي الفريضه الغائبه، واللي بيتكلموا على تكافؤ الفرص يحافظوا على هذه النقطه للجميع. وانا اعتقد المهندس او الكابتن عامر حسين بينتظر قرار الكاف فيما يخص دوري الابطال، وساعتها يشوف هيعمل ايه في الدوري. لكن انه يتكرر اللي حصل مع الاهلي الموسمين اللي فاتوا انسوا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت في قبل الفاصل بشير للمهندس عدلي، او هو بيشير لقضيه مهمه جدا، بالذات ده ميعادها وده توقيتها. هو اللاعب الاجنبي في النادي الاهلي من حق مين يجيبه؟ دي قضيه للمناقشه مهمه جدا، والسوشيال ميديا كتير لما بتقعد شويه تلوم على الاداره وشويه تلوم على المدرب، والحقيقه تايهه شويه. يعني استعرض لك بعض الحالات عشان اعرف رايك. لا، ده انا هدلل لك على وجهه النظر من خلال استعراض للاسماء. طيب اللاعب الاجنبي اللي يجي للنادي الاهلي، اداره النادي ممثله في لجنه التخطيط وشركه كره القدم، ده من اختصاصها ولا من اختصاصات المدير الفني؟ مين اللي بيجيب اللاعب الاجنبي علشان يكون ده القرار عنه؟ ده سؤال شديد الاهميه وشديد الالتباس والتشابك. ميزه ان النادي هو اللي يجيب اللعيب انه بيجيبه برؤيه مستقره ومستقبليه، ايوه، اقتصاديا وفنيا، ايوه، من وجهه نظر النادي اللي دارس الاوضاع بتاعته بخلفيه فيها عمق شويه. ايوه. لكن اذا تجاهلت راي المدير الفني اللي هو هيلعب بطريقه انت مش عارف تفاصيلها وعايز نوعيه معينه، ربما يكون فيها ظلم للمدرب. طيب هو معنى كده انك تقول له طب اتفضل جيب اللي انت عايزه؟ ممكن. طب دي عيبها ايه وميزتها ايه؟ ايوه. لما نشوف ان كان عندنا وليد ازارو، وكان رغم كل الانتقادات اللي بتتقال عليه اخطر فيرود دخل المهاجم المغربي مصر. يجيب بون ولا اتنين وداع خمسه. بس هو اللي كان بيعمل الفرص دي كلها بسرعته، وليد ازارو، وحماسه وشغفه. فكان بيديك امل ان في اي ثانيه يقدر يخلص لك. وتتنرفز منه انه بيضيعك. لكن انا كنت بشوف ان المهاجم مهم جدا لحد ما شق الفانيلا في ماتش الترجي في الفاينل، ومنه لله كارتيرون. جه فايلر، مش فايلر جه بعد كارتيرون. عمل ايه؟ مشى ازارو. مشى ازارو ده مش مقتنع بيه. وجاب مين؟ ده مين اللي مشاه؟ ريني فايلر. ريني فايلر. وقلنا ريني فايلر ورؤيته كان يجيب مين؟ بادجي. طلب اليو بادجي. وكان موجود اليو ديانج، جاب بادجي. جه بادجي. في نفس السرعات ده ريني فايلر عشان نفتكر. ما كانش ستايله احلى حاجه، لكن كانت فعاليته كويسه. اليو بادجي. كان سريع وبرجال واسع وستايله وطويل وهيدر، ستايله مفركش شويه. لكن كان هيدر ويديك برضو امل انه في اي ثانيه يلطش لطش هيخطف اي حد. وعلى فكره ماشي كويس قوي في فرنسا. وكان واعد. ايوه. وكان راجل مؤدب وطوع لحد ما جه، حتى مشي بشكل محترم يعني. ما حتى لما جه عمك موسيماني قال ايه؟ مش عايز اليو بادجي، اجيب والتر بواليا. قالوا له حاضر. مشى بادجي جاب والتر بواليا، ما ادالوش اللي هو عايزه. في حين ان بادجي مشي انت بتقول ايه؟ كسر الدنيا. ماشي كويس. ماشي كويس في فرنسا، ولو كان عندي كان هيتطور طبعا، وكان زمانه بقى فرد مهم. طيب بعد ما موسيماني راح جاب بيرسي تاو وجايب مكسوني، مشى اليو بادجي. واجاييه يعني. اجاييه واحد لعيب انتج مع كل المدربين. صحيح. جال وقت دماغه كبرت شويه، مشي بره
السلبي شويه بره في حياته الخاصه، لكن كلها مسائل كان يمكن علاجها لانه ما كانش المتمرن يعني. فمشى اتنين. ولتر بواليا جه من الدوري المصري يعني كان ماشي كويس قوي في الجونه. ما هو ده اللي انا عايز. هل موسيماني لما قال بواليا كان حد زعلان؟ كلنا كنا مبسوطين لانه كان فيه اداء. ايوه. ميكيسوني فيه خلاف من اول يوم عليه. بيرسي تاو لما جه ابهرنا. ايوه. هو ما زال يبهرنا. بالاداء الفني ولكن الاداء البدني هو اللي عندنا اشكاليه معاه فيه. طب لما جه كولر محتاج يمشي ميكيسوني والله طلع اعاره. وبواليا اعاره وباجي الحمد لله باجي صفقه كسبنا من وراها ماديا. اعارات وبيع لا زاد كمان. زاد عن الكلفه اللي جه. فانت النهارده الراجل ده بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يتأنى عشان يختار عشان الامور دي ما تتكررش. ايوه. اما اجيب حد لما يتحط ريبورت قدامه لما جاله على وجه السرعه برونو سافيو مديلك امارات كويسه انه عنده مهاره وعنده رؤيه. راجل لعب 12 مباراه جاب لك جولين وعمل 3 أو 4 اسيست ومنهم جون جاب لك بطوله. ايوه. مقبول. ايوه. واداء. وعلى فكره انت لما تشوف اداؤه بس هو ما يخطفش عينك. ليه؟ هادي بيعمل كل حاجه بسلاسه لدرجه تحس انه ما بيعملش حاجه. بس في سلاسه فاعله. عنده رؤيه. عنده رؤيه كويسه جدا. وحظه الوحش واتلغى له جول. ايه؟ والجولين اللي اتلغوا له كانوا صح. صحيح. يعني كان زمانه جاب 4 تجوال. ايوه. في كل الاحوال تبقى القضيه الشائكه اشكاليه. هو اسيب المدرب يختار وبعدين يمشي يجي اللي بعديه يمشي اللي اختاره ويجيب لي حد تاني؟ والسؤال التاني انا اللي اجيب؟ طب فهو انا اللي يرفض. اجيب ويجي المدرب يقول لك لا يتناسب مع اللي انا عايزه منه في الملعب. هو ده بقى السؤال. اشكاليه بجد. لو انت عندك استقرار فني بتتحل. بعد اول سنه خلاص بقى. يعني انت مانو جوسيه احتياجاتك بتبان. او مانو جوسيه اول ما جه عمل ايه؟ عايز ادعم. فلعب بطوله افريقيا من خلال المواجهات اللي كانت بينه وبين فرق الافريقيه راح منشن على افيلينو. والحقيقه افيلينو جاب فينا جون هناك وجاب فينا جولين هنا في مصر. اداء مرعب. ايوه. واحنا كنا منشنين على ولد طالع واخد احسن لاعب في افريقيا اسمه جيلبرتو. فانا كلمت مستر مانويل. يا مستر مانويل في ولد كذا كذا كذا. قال لي انا عايز افيلينو. قلت له طيب عندك مشكله لو جبنا لك الاثنين؟ قال لي هتجيب الاثنين؟ اوكي. لو هتجيب واحد يبقى افيلينو. يبقى ده معناه ايه؟ مستقر ان الراجل عليك. عنده مرونه انك تجيب له واحد صغير في السن برؤيتك الشخصيه. لحسابات مستقبلية. لكن النهاردة هو عايز ده في المكان ده. وقد كان أفيلينو جاي بمشاكل صحية ما ادانيش اللي أنا عايزه ومشي. مين اللي كمل معايا؟ جيلبرتو. واحد من أهم اللعيبة المحترفين اللي دخلوا مصر. صحيح. ثم بعد شوية جبنا فلافيو. برضو اختيار مشترك. لما قعدنا نجيب في كاستيلو وبينيو اسمه ايه باكا ولا ماكا ده الفيرو ماكي. ماكي. وكل واحد يقعد له 6 أشهر ويمشي. والحقيقه احنا كنا بنجيبهم كده 6 أشهر قبل الامتداد عشان نشوفهم يعني. فلما اقترحنا ما تيجي نشوف فلافيو ده لعيب مهم في انجولا الراجل استجابه فورا وجه وعجبه وتحمله وكتب فلافيو مشوار النجاح بدعم وقناعه من مستر مانو جوزيه. اذا الهرمونيه نتيجه الاستمرار بتدي النتيجه كويسه. بس انت لازم تبقى عامل الهوم وورك بتاعك كويس. يعني انت اول مدرب ما يتكلم تبقى انت عندك الاقتراحات بالادله بالسي في بالشكل الفني اللي تقدر تقول له انت عايز واحد بالمواصفات دي اهو عايز بالمواصفات دي اهو الفايل اهو وهكذا. يعني هو يقول لك المواصفات وانت تحدد
هو وساعات بيحدد، ما ساعات بيحدد هو وبيصمم. يعني اخر لعيب برازيلي جبناه كان اسمه بينيو. لا لا لا، اخر واحد اللي قبل ما يمشي جونيور. جونيور ده كان في اصرار منه عليه. وعلى فكره مش صح، واظن ان يتقال جابه عشان ابنه الوكيل بتاعه. ابنه ما كانش الوكيل بتاعه خالص. ابنه كان وكيل لاعب تاني جه قبلها باسبوع قبل جونيور، ومانو جوسيه اللي ما خدوش. انت كده بتبرأ مانويل؟ لا، في موضوع ابنه خالص. لا، بس هو كان مقتنع بجونيور. يعني هو لما جه ابنه جاب اللعيب ده، قعد معانا كام يوم، ما ملاش قناعات ابوه. وكشفنا عليه لان عنده اصابات وبتاع، فالراجل قال لا، في واحد تاني ده اللي مهم يجي. ومش وكيله ابنه؟ لا مش وكيله، مش ابنه، لا ما كانش وكيله ابنه. فجه في الاول ما اداناش اي حاجه، لكن تذكر اخر ماتشين امام المصري، وبعدين وقبليها لما لعبنا مع بايرن ميونخ في الدوحه. ايوه كان نجم المباراه. أيوه. عمل ماتش ولا اروع. وبعدين جه الدوري وقف وبتاع، والمشاكل حصلت ومشي. لجنه الكره كانت بتعمل وما زال هذا الاسلوب، بيجيبوا الشيت ويشوف مين عندنا من الناشئين، مين بره ومين بتاع. بس الدنيا بقت اعقد واصعب واغلى. لان دخل فيها شركات تسويق، دخل فيها تنافسيه عاليه جدا. اللعيبه الافارقه بقوا ناس بتتبعهم من عند سن 16 سنه واحيانا اصغر. اوروبا والخليج دخل منافس، والخليج دخل سوق منافس، لان المواهب الافريقيه لافته للنظر، وكلهم معظمهم بيبقى منضبط وعايز ياكل عيش وعايز يتطور. فلعيب مريح. يعني عاده اللعيب الافريقي الا فيما نظر. يعني شمال افريقيا لا، نتيجه ان بيبقى مستوى اجتماعي بتاعه وحياه واللغة اسهل ولغه واحتكاك، بيبقوا اصعب شويه في التاقلم. فأنا أرى مفيش حاجة مطلقة في دنيا الأحكام على البشر أستاذ إبراهيم. مفيش حاجة اسمها الصح هنا 100%. لا دي ولا دي. أنت لما بتعمل تغيير بتتوسم من التغيير ده، هيغير لك الحالة الفنية. يجي لعيب يخفق أو ما يلتزمش، بقى تغيير غلط. لعيب تاني اول ما ينزل تنط قدامه الكره اعملها كده جوه، يا سلام على العبقريه بتاعت المدرب. فالصح والغلط هو دائما عندما يحدث الحدث تقدر تشاور انه كان صح ولا غلط، لكن قبل ما يحدث بتقيمه بعد الحدوث، احتمالات واجتهادات وضمانات مش موجوده. ما نقصوش على انفسنا والغير، لان يقول لك تشكيل غلط. هو الاهلي بكل لعيبته دي فيها لعيب وحش عشان يبقى تشكيل غلط؟ الا لما بتفركش الكوتشينه المناخ وتغير كمان. المراكز المناخ بيفرق. يعني انا متخيل ان واحد زي فلافيو اللي بقى من اخطر فراود ما كانش كامل لو كان موجود، لو كانش هكامل بالسنه الصعبه اللي عملها، ولا كان حد يتحمل لو كان موجود في السوشيال ميديا، كان حد هيستحمل؟ واحد يقول لك ايه القوي ما يتحملش، ملوش دعوه بالسوشيال ميديا. لا مين قال؟ لان اللعيبه صناعه المناخ نفسها يا عم. اللعيبه بتقرا واهاليهم بيقروا واصحابهم بيقروا، ما كانش هيعرف يمشي وداخل في الشارع. خارج في الشارع بيقولوا له ايه حقيقي اللي اتكتب عنك ده؟ الناس دي عايزه منك ايه؟ عارف ابوق حاجه ان واحد يقول لك مالك عامل كده ليه؟ وشك عامل كده وانت حاسس انك كويس. الناس دي عايزه منك ايه؟ شفت فلان كاتب عليك إيه؟ يعني انت جاي تضايقني ان فلان شتمني؟ وبتقول لي ليه طيب؟ وما شتمك الا من بلغك. بتقول لي ليه طيب؟ عشان اتضايق ولا عشان اما اشوفه اتخانق معاه ولا عشان ايه؟ جدوى انك تنقل الشيء اللي ضايقني. ايوه لكن احنا عايشين هذا المناخ خلاص. ايوه زائد ان الشباب من كتر فرجته على الدوريات الاوروبيه والعالميه عنده ثقافه عاليه، فوجهه نظره في الفرجه مختلفه. لكن انت لو تجمع الاراء اللي بتتكتب النهارده على فرقه النادي الاهلي، لو هم كل واحد فيهم مسؤول وجمعت المسؤوليه دي، مش هتعرف تحط تشكيل. مش هتعرف. مش هتعرف تخلي اللعيب يستمر. واصبحت المعادله هو انا عايز اللعيب اقف في ظهره عشان اديله ثقه، ولا علشان انا من حقي انتقد؟ من حقك تنتقد. اصل انا مش عارف ايه، ما تقولوليش وتطبلوا. يا عم ده مش تطبيل. يا عم دي وجهه نظر
لواحد مسؤول قاعد شايف الدنيا عامله ازاي قدامه. اللعيب اللي هو بيشاهد اخفاق، وده بيحصل في كل العالم، ان الكيرف ينزل بتاع اللعيبه، طالما ان هو حياته بره مستقيمه يبقى يحاسب على التزامه في الملعب. اللي مش ملتزم ده الجهاز الفني بيشد ودنه بيظبطه بالكلام معاه واستوديوهات التحليل بشكل فني. يعني انا ما ينفعش يا استاذ ابراهيم مثلا اتفرج على الماتش ويقول لك ايه اللعيبه ما عندهاش مسؤوليه، تعميم ما تنفعش، ده مش اداء مطلق. احنا المفروض نغطي الجون، المفروض نغطي الجون، ده هو هدف اللعبه انك تغطي الجون بواحد واثنين وثلاثه، ده هدف اللعبه. لكن لو هي بالسهوله دي كانش حد غلب. لكن انا اما قعدت في استوديو التحليل يبقى انا عايز اشوف ايه هو الجون ده دخل فيا ليه، الفرصه دي ضاعت ليه. الاول خليني في الكور اللي بتخش فيا، ما انت بتبقى متقدم ويجي فيك جون من هجمه ولا اتنين في الماتش. تكتشف الاتي، ان سرعه الاندفاع بتاعه المنافس في الهجمه المرتده اعلى بكتير من سرعه الارتداد بتاعه لعيبتك، فبيوصلوا قبليك ال 18 يتظلم خط الدفاع وانت ضغط بدون تعميم. يبقى اكرم النهارده هيخش على الراجل يضغط عليه ولا يمسك الراجل اللي بينط؟ لان لو كان كريم راح راجع او مش فاكر مين عشان ما اقولش اسماء، لو الراجل المكلف بالرجوع ده كان رجع مع الفرود اللي جاري ده كان كانت هيظبط الاداء والتمركز. التمركز بتفركش لما تلاقي الموقف مش سليم، في واحد ما رجعش مكانه بسرعه. طب دي بتحصل ليه؟ ثقه بالنفس ومش خايف ومش متوقع الغلطه. الخوف بيؤدي الى خوف السليم. لحسن اطلقت جون يا خبر ابيض، يبقى على طول متراقب، الكره ما تتقطع بيجري زي الهاند بول. هاند بول بتجد معظم اللعيبه ما عدا اللي بيشوط تلاقيهم في زي الاسد بسرعه راجعين. الكره طلعت من ايده وكله بيجري ورا عشان الفاست بريك. اللي بيعرف يعمل كده بيكسب الماتش. اللي بيستنى ويبص كده لحد ما يشوف الكره دخلت ولا لا، لما دخلتش هو اللي بيلبس الفاست بريك. اذا في اسباب تتشرح، ما نقولش الفرقه دي مش نافعه، ما بيتعلموش، هي دي لعيبه، ما تعممش. ايوه، او ما تقولش كلام مش ممسوك، كلام ملوش ماسكه. اديني شاور لي على السبب الفني عشان استفيد منه، هذا ما اطلبه من باب التغيير. طيب هل من باب التغيير والتاكيد فكره هز الثقه تفرق جدا؟ يعني صناعه المناخ الايجابي. بص هو ده مش تطبيل يا جماعه، ان انا هقول لك حاجه. تاني وتالت وعاشر، لو انا ابني او ابنك في عيب معين، لو قعدت اتكلم في العيوب دي او اكلمه هو، بلاش هو حتى يكون موجود، لو قعد اتكلم على عيوب ابني قدام اصحابه هيتنمروا عليه. قدام قرايبي كل ما يشوفوا هيأنبوه، انت بتعب بابا ليه يا ابني؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه يا ابني؟ لا 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 لا، ده احنا كنا فاكرينك العاقل، ده احنا هتبص تلاقي الثقه بتروح منه، هتلاقيه الغل والعند يبتدي يعند معاك ما يسمعش كلامك. لكن لما انت، وهو المثل العبقري بيقول لك ادي على ابني واكرم الامين، ده هو ده صحيح بيترجم الليل. ايوه، انا عايز اقول حاجه، الاجهزه المعنيه مع اللعيبه في الحجرات المغلقه، لكن في العلن لا، هنلتمس العذر، هنتكلم في الاسباب الفنيه دون ان نحمل شخص بعينه، لان ممكن جدا واحد يظلم لانه كان بيؤدي دور المدرب طالبه منه. فالناس مش شايفه، هي عايزه تشوف اللي بيشمس واللي بيعمل السبعه والله، بس ما بيرجعش، ده ما بيرجعش يدافع. اللي بيرجع يدافع الراجل اللي احنا بنقول له انت بتعمل ايه في الملعب، انت هتفضل تجري له وخلاص؟ بيحصل ساعات. عمليه الضغط يا استاذ ابراهيم مثلا دي قمه الانضباط، اذا لم يكن الضغط منظم تيجي الثغرات فركشه، فانا بضغط عشان ما اتضربش من ظهري، لازم يبقى ضغط جماعي. ايوه، تضييق، يعني بنقول كلمه ايه؟ في مسافات بين الخطوط، دي كلمه مش سهله. ايوه، فيه لازم بالتدريب المستمر في التحرك الجماعي. انا شايف ان في مجهود كبير بيتبذل فنيا، نديله فرصته ينضج. اللعيب اللي هو عايز مراجعه بينه وبين نفسه، هو عارف انه عايز مراجعه بينه وبين نفسه، لكن نساند اللعيب. النهارده حسين الشحات فضلوا
الراجل بينزل الملعب ساكت بيأدي الفترات اللي بيأديها وعنده بصمة، لعيب مؤثر يحدث الفارق، لعبه له نتيجة. أحيانا في لعيب يتظلم بالستايل بتاعه. أنا قلت لك قبل كده إن محمد فخري ده لعيب تكتيكيا منضبط، بيدافع وبيهاجم وبيشوط وبيخترق، لكن شكله رايق فأنت تحس إنه مش موجود، أو تحس إنه هو يعني هتفضل ناشئ بقى. ما هو مش كل حاجة مهابرة، كل لعيب له الستايل بتاعه، شوف نتيجة الأداء إيه، وبعدين اسند لعيبتك عشان يجي في يوم من الأيام يقول لك إيه المنافس بيطلع ناشئين وإحنا فين ناشئيننا. عندنا ناشئين وناشئين كويسين، عايزين المساندة وعايزين إن إحنا نفرح بيهم وعايزين نتحملهم. ليه ما نتحملش أحيانا أخطاء اللعيب دون تفريط في الهدف الأساسي إن أنا نادي بطولات؟ ما أنا مش هستحملك كتير، بس سيب دي للجهاز الفني. النهارده أنت بتقول إيه؟ الضغوط الضغوط الضغوط، وهنرجع وهنلعب ماتشات مكثفة واللعيبة هتستهلك. النهارده لما تشوف مستر كولر بيعمل إيه؟ والناس أو جيري ما يعني سافيو عنده رؤية لعبها بالهيد جول كويس؟ شريف تنبسط إن شريف جاب جول، واخد بالك؟ عايزه ياخد ثقه. انا عندي هداف الدوري وهداف افريقيا والهداف رقم واحد بتاعي، عايزه يفوق. مش هيفوق بالتهميد. الله على الجمهور في وقفته مع الفرقه، يعني الاهلي لو الملعب مليان سوره المدرج يعني بيختلف عنها خالص على السوشيال ميديا. بيختلف معاها احنا في بيوتنا، خد بالك. بيختلف معاها استديوهات التحليل اللي في المدرج جمهور مؤكد، ولو اللي في البيت على فكره لا أستاذ، السوشيال جمهور محتمل. يعني انت ممكن ناس فعلا، احنا اتكلمنا كتير على الاندساس. لا بقى عايز اتوجهك لانك انت تبقى ناقم على فرقتك او خايف. ايوه ده يعني جمهور مؤكد، ده جمهور محتمل، فيهم ناس اهلاويه جدا وفي ناس مش كده. ثقافه النادي الاهلي مبنيه ان مهما تخلفنا لا هنكسب وهنفوز. بالظبط، مش عايزين نضيع دي، مش نبقى كسبانين وبنقول والله ما انتوا نافعين. ما ينفعش. فاحنا عايزين الكلام ده، واحنا لما بنقول كده جون حلو جدا ملطوش بشكل من اول لمسه جون. الله يمسيك بالخير يا مؤمن، كان بيعمل الحاجات دي. ربنا يشفيه ويعافيه. ويشفيك. نتمنى فرقتنا كلها باذن الله الجاي افضل. ولسه كنت عايز اقول لك، هو كولر بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه تدوير من دلوقتي وبيكتشف بدايل في مراكز كتير. هتقول له هتضيع الدنيا، ما هو بيكتشف في الاول والدنيا اسهل شويه، وانت يعني تحتمل انك تكتشف. يعني انت لو جبت الجون بتاع ضربه الجزاء كانت العلامه الكامله. ما نقعدش نقول فرقتنا وندي فرص لغيرنا ينظر علينا بكلامنا. فرقتنا سيئه، فرقتنا سيئه، وهو يبقى بيكسب بصعوبه لكن بيحقق معجزه. انتوا واخدين بالكم الفرق يا شباب؟ لا عايزين نطبل ولا عايزين نتحامل. عايزين نكون بتوع ارقام. شو ارقام الماتش اللي فات بتقول يا استاذ ابراهيم؟ تفوق كبير جدا، كاسح إيه. في كل حاجه. 33 عرضيه. هتقول لي مش كلهم صح؟ مش كل، لان في تكتل قدامك. مش كل كره هتوصل زي ما انت عايز. لكن احد العرضيات اللي هي باليد جابت لك المكسب. وممكن هتلاقيك مضيع انت مثلا فرصه ولا اتنين من على العرضيات دي. نتمنى ان احنا نشوف التكتيك اللي وصلنا، نشوط كتير على الجون، نعمل العرضيات اكثر سلامه ويستحملوا الناس. وبنقول للاعبتنا مش معنى كده ان انتوا ما عليكوش مسؤوليه. لا عليكم مسؤوليه جامده جدا، بس ايه كلنا كل واحد احنا كجمهور يعمل اللي عليه، يعمل عليه، والنقاد يعملوا اللي عليهم، والجهاز الفني يعمل اللي عليه، واللعيبه تعمل اللي عليهم واللي علينا. بمناسبه النقاد برضو واللعيبه الاجانب، كلام كله على لعيبه الاهلي. ايوه وكانه ما حدش بيجيب لعيبه في مصر الا الاهلي، وما حدش بيسال المنافس المباشر للاهلي هو نادي الزمالك. طب انا عندي سامسون اكينيولا
يعني الناس اللي بتحاسب اجانب الاهلي، بيرسي تاو ما شاء الله شغال كويس، اصيب ما حدش يقدر يختلف على قدراته، برونو سافيو لعيب اساسي في كل المباريات تقريبا، لكن لما تسال حد من اللي بيتكلموا على الاهلي فقط هو سامسون لعب 5 ماتشات حتى الان جاب هدف واحد، وما اعتقدش حد اجمع او حد اكد انه متميز او مؤثر حتى الان، بس ما حدش بيقدر يتكلم. تلاقي مثلا واحد زي زكريا الوردي جه في ايه ومشي فيه ما حدش بيتكلم، الراجل في 5 ماتشات لعب 150 دقيقة. طيب ابراهيم انداي لعب 2 مباراة لغاية دلوقتي صنع جون ولا حد بيتكلم. الفكرة مش دول عشان اجانب الزمالك ولا اجانب الاهلي، في كل الاحوال اي لعيب اجنبي بيحتاج وقت، علشان يقدر ينسجم مع السيستم، عشان ما حدش ياخد من بقك حاجه. انت هنا مش بتذكر، بتنتقد الزمالك، بتنتقد لعيبته، بتقارن كيف يعامل اللعيبه هنا وكيف يعامل اللعيبه هنا. ازاي ده بيلتمس له العذر ويغض الطرف تماما عن وجوده او عن اي مشاكل له، ويتم ترصد لعيبه الاهلي واجانب الاهلي والضغط على لعيبه الاهلي، الطرفين لعيبه الزمالك الاجانب ولعيبه الاهلي الاجانب ولعيبه بقيه الفرق، لازم ناخد بالنا انه محتاجين وقت كافي للتاقلم. احنا سيستم اللعب بتاعنا وطريقه تحركاتنا وحتى المعيشه بتاعتنا مختلفه، اي اجنبي بيجي لا عايز وقت عشان يقدر يهضم ده ويقدر يستوعب ده ويقدر ينسجم مع ده كمان. فلافيو واحد من افضل الفراوده الاجانب اللي جم في تاريخ الكره المصريه مش الاهلي بس. متخيلين ان ده لو موجود في الايام دي في الموسم اللي اخفق فيه تماما وواجهته ظروف صعبه قوي وصبر عليه مانويل جوزيه، هل كان حد هيصبر عليه؟ هل المناخ اللي كان هيتحط فيه كان هيخليه ينجح؟ وهل مانويل جوزيه نفسه وهو بيصبر عليه ما كانش هيتعرض للانتقادات؟ كان طلعه عينه، كان طلعه عينه ويقرب لك ايه؟ ومين اللي جايبه لك؟ وابنك ولا مش عارف ايه؟ وكنا هنخش برضه في نفس القصص اللي ملهاش لازمه. فشوفوا نتيجة المساندة والمساعدة، لأنه الراجل كان شايف أنه فلافيو في المباراة بيعمل كل حاجة مطلوبة منه إلا حتة التسجيل. حظه سيء جدا في إنهاء الهجمات، لما الدنيا فتحت والضغوط اتشالت بقى واحد من أفضل الهدافين. قس على ذلك كل اللعيبة اللي أنت بتجيبهم، ما أنت جبت بيرسي تاو أو جبت والتر بواليا كان مكسر الدنيا مع الجونة، بس ظروف الجونه غير ظروف الاهلي، ضغوط الفرقه دي غير ضغوط الفرقه دي، جمهور هنا غير جمهور هنا، الفرقه اللي بتلعب الجونه بتقابله ازاي، طريقه اللعب بتاعت المنافسين، ايوه طريقه لعب المنافسين كتير لما بتاثر في الاداء، التكتل والمساحات والكلام ده، هنا بتلاقي مساحات وهنا ما بتلاقيش خور مبره تعدي منه. ففي متغيرات واسباب كتيره تخلي ده غير ده، لكن يبقى التاكيد على الاشكاليه المهمه جدا اللي هي مطروحه دايما واهتمينا ان احنا نناقشها. اللاعب الاجنبي في النادي الاهلي مين اللي بيجيبه؟ تفرض على المدرب حاجه، افرض ما اقتنعش مين اللي هيلاعبه؟ تديله اللاعب، تديله الحق المطلق هو اللي يجيب اللاعب، طب افرض المدرب ما كملش واللي جه بعد منه ما اقتنعش، وحصلت احنا عرضنا لكم بكل الموضوعيه حالات كتيره في اخر 3-4 مدربين وحالات فعلا بتاكد الاشكاليه اللي موجوده، لكن يبقى التاكيد من المهندس عادل هو واحد مسؤول في الشغلانه انه الراي التوافقي هو الحل، مش كده؟ مفيش حل تاني، والراي التوافقي ليه؟ بس ده بيحلها كولر دلوقتي بانه بيروح يشوف قطاع الناشئين بنفسه. ايوه. والماتشات معظم ماتشات الناشئين بيشوفها. التوافقي في ايه بقى؟ انك انت ربما المدرب عايز يجيب لعيب وانت عارف ان السنه الجايه هيطلع لك من قطاع الناشئين حد في المكان ده. واخد بالك؟ فانك تقفل عليه. انك تخلي بالك من قطاع الناشئين بنفسك دي خطوه مهمه جدا. انا متفائل ان الراجل بياخد بالاسباب، فممكن وجهه نظره مره هيصادف انها ما تترجمش الى توفيق، مش معنى كده ان احنا نقيمه عليها. ويبتدي هنا بقى يقول لكم تيك كير، خلي بالكم اللي هينقض على لعيبه الاهلي او مدربينها او بتاع من غلطه خلي بالكم منه مهما كان اسم مين على السوشيال ميديا، سواء جروب او اشخاص، لان مش هتبقى النيه سالكه. احنا لو خدنا
بالاراء المتناقضه مش هتعرف تعمل تشكيل في مباراه واحده. ده كلام مهم وملاحظه مهمه في قضيه شائكه جدا، اتمنى تكون ظهرت الرؤيه فيها بقدر ما. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف ايه اللي في الغربال. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما ناقشنا القضيه الشائكه في علاقه اللاعب الاجنبي بالنادي، يبقى كلام كثير في الغربال. هل ممكن وهل فيهم رجل رشيد؟ الحقيقه بعد كاس العالم قضيه الكره المصريه مطروحه للنقاش بقوه، ومستقبل الكره في مصر محل اهتمام كتير من الكتاب والنقاد. هقول لكم على بعض نوعية المقالات المهتمة ونشوف رؤية المهندس عادل فيها. الكاتب الكبير الأستاذ نبيل عمر كتب مقالة في مصراوي: كاس العالم ومأزق الرياضة المصرية. ونبيل عمر حد رؤيته للأمور فيها عمق وفيها خبرة، ناهيك عن سلاسة الجملة نفسها. بيقول: بالطبع نقفز ونهتف ونصفق بحرارة لمنتخب المغرب، ونصفق ليس لكونه واحدا من الأربعة الكبار في كاس العالم، وده إنجاز غير مسبوق، وإنما للأداء الجماعي الرائع المتسم بروح عالية وإرادة صلبة وتخطيط. وبيشير إلى أهمية مشاركة الأندية المنتخبات العربية وإنجازها بالفوز على أبطال العالم سواء السعودية أو تونس أو المغرب. لكن بيقول كمان نبيل عمر: وأقبح شيء أن مصر لم تكن حاضرة في هذا المحفل العالمي الصاخب. مصر تستحق أن يكون فعلها الكروي أكبر من تاريخها مع اللعبة. فالفعل عمل جاد لا يتوقف، والتاريخ شواهد قبور على أفعال مضت. صحيح أن دولا كبيرة لم تتأهل للمونديال مثل إيطاليا وغيره، لكن دي استثناءات بالنسبة لها. وبيقول: لا أتصور أن المواهب تنقصنا، فمصر منجم مهارات، لكن منجمنا مدفون في كهف من الإدارات الرديئة جدا يفرزها نظام إدارة قد يكون الأسوأ على كوكب الأرض، ناهيك عن مثالب شخصية متأصلة في نفوس كثيرة أخطرها الفردية المفرطة والانحيازات المهدرة لقيم الرياضة وتغليب المصالح الذاتية الضيقة على المصالح العامة ومفاهيمها. وبيمضي نبيل عمر في استعراض المشهد الرياضي المحزن، بيقول: طبعا أمر غريب جدا أن يؤسسوا أندية، بيقول: طبعا السر في شعبية كرة القدم والأضواء التي تلاحقها، هم لا يفكرون هكذا لأن صيت الكرة الإعلامي أكبر 100 مرة. وبيختصر مطالبه: نريد نظاما يخلصنا من الشلالية والتربطات والتعليمات والتوازنات والخناقات على السفر والبدلات، ويفكر في مصر بس. من باب نبيل عمر، من باب التغيير، من باب التغيير. اديله لايك وشير، اديله لايك وشير. يعني انا لو عايز اكتب، ايوه ها ايوه، اعتبر ان انا متفق ان ده مقال مكتوب بالمشاركه مع الاستاذ نبيل عمر. وزي ما انت قلت ده راجل صاحب رؤيه كرويه مهمه. يعني صحيح كل الكلام اللي قاله ده بيحصل، كل الكلام الروشيتا اللي كتبها في الاخر متفق عليها، بس هل من رجل رشيد؟ هل من رجل رشيد؟ طيب رجل ولا هل؟ هل من رجل؟ ما تهودنيش على الغلط. لا لا، هل من رجل رشيد؟ طيب، هو نبيل عمر اشار لحته الانديه وقال ان احنا ليه الهيئات والبنوك والمؤسسات ليه ما تدعمش وترعى انديه شعبيه؟ ايوه ده من زمان انا بقوله لك استاذ. هل انا محتاج اعمل نادي فرقه ليا؟ اخليها للموظفين يعني. فاهم؟ اما اعمل رياضه اعملها للموظفين من باب الرياضه، لكن اروح ارعى انديه شعبيه، لكن اروح ارعى نادي يبقى ده بتاعي باسمي. احل مشكلته ومشكلتي. واوفر لي. ارعى اسوان، ارعى المنصوره، ارعى الانديه الشعبيه اللي ماتت. مفيش حل للانديه الشعبيه وانتشار او كل الانديه تقف على رجلها الا انها تدمج معاها. لذلك انا مندهش من انديه الاقاليم، ما فيهاش رجال اعمال. الاسماعيليه دي محافظه غنيه. اسماعيل النهارده خد عقوبه ايقاف قيد ثانيه الشتاء عشان فخر الدين بن يوسف التونسي. والله ما حد بيطبق عليه،
غير الاسماعيلي ده. وسايبينه في الطل كده. عليه 50,000 دولار ما اتدفعتش، اتوقف القيد الشتوي. 50,000 دولار يعني مشكلة في الاسماعيلي ان يبقى فيه 50,000 دولار يحرموه. واصلا انت لما انت بتمشي اللعيب تمشيه ليه؟ ما خلاص انت جبته. ايوه. فخر الدين بن يوسف. ده اللي راح البيراميد. الله. له 50,000 دولار. ما احتياجات. انت لو كنت بعته واديته عقده خلص ما جددتلوش ليه؟ ما اديتلوش ليه الفلوس المتاخره وجددت له؟ كان اوفر لك 100 مره من الكلام ده. طبعا. وكان زي ما فيرود، وكان احسن لفخر انه يستنى لانه كان الفيرود الاساسي. ما تفهمش، ما تفهم. انا الله اعلم بالظروف، ضروري في ظروف بتقود الاداره تاخد، لان دي حاجات واضحه. ده عندهم 6 لعيبه مشوا بنفس الطريقه ورافعين قضايا. يا الله. اتمنى بقى ان في شركات جوه الاسماعيليه تاخد الاسماعيلي وتنهض بيه كرعايه بزنس، ما بنقولش هبات يعني. بزنس. ايوه. حط على اسواره اعلانات، حط رعايات على سواء لعيبه ناشئين لبره يعني. لن عنده في فترة ما كان يستطيع ان يفعل هذا. كان عنده مواهب جامده جدا بتطلع. والحقيقه ان هو السنه دي عامل فرقه، انا مستغرب. يعني لما تقرا واستبقى ايمن الجمل خلاص كمدير فني يا سيدي كويس، بس هيقعد كم ماتش؟ لازم الاستمراريه. لان انا على ما اللعيبه تحفظني مش معقوله اللعيب يحس ان المدرب على كف عفريت ويسمع كلامه. مش هيسمع كلامه ازاي؟ طيب انا مش بتكلم هنا على الاسماعيلي بقى عشان ما مش من حقي انظر على حد. صحيح. انا بتكلم في العموم. أيوة. لان كم مدرب اتشالوا لحد دلوقتي في الدوري المصري؟ امبي لسه شايل امبارح كشري ولغايه دلوقتي ما جابش مدرب، سافر بالجهاز المعاون لاسوان عشان يلعب اسوان. يعني لا ده يجي 7-8 مدربين اسوان برضو على ارض مهزوزه. طب وكل بقى شهرين ثلاثه؟ ما فيش شهرين ثلاثه، ماتشين ثلاثه. صحيح. طيب في الجمهورية كتب صديقك العزيز رضوان الزياتي: هل أنتم مستعدون لإنقاذ الكرة المصرية؟ والله سؤال مهم جدا. تصور بقى إن محدش يعني لازم يتسأل السؤال، أنتوا جادين؟ عايزين تنقذوها ولا هنتكلم بمناسبة كأس العالم؟ ده سؤال حد يجاوبنا عليه. بيقول رضوان الزياتي: شخصيا لن أسكت ولن أنسى دروس المونديال، وسأظل أقاتل حتى آخر نفس حتى تعود الكرة المصرية إلى مسارها الصحيح. بيقول: لن أطالب اتحاد الكرة أو رابطة الأندية بالرحيل لأنهم جاءوا بالانتخاب، ولو كان شكليا فكان عليهم أن يحترموا مشاعر المصريين ويستقيلوا ويفسحوا الطريق لأصحاب الكفاءة والخبرة بعد كل الذي شاهدوه في المونديال، خاصة تألق المنتخب المغربي. وبيقول: أطالبهم بمراجعة أنفسهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإصلاح المنظومة الكروية بشكل كامل، والاستعانة بأهل الكفاءة والخبرة في كل المجالات الفنية والإدارية. وأقترح على الدكتور ده رضوان الزياتي، وأقترح على الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن يتبنى مؤتمرا وطنيا للنهوض بمنظومة الكرة المصرية من كل جوانبها الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية، والاستعانة بخبراء محليين وأجانب لوضع استراتيجية للوصول بالكرة المصرية للعالميا. وبيقول رضوان الزياتي: انني شخصيا املك افكارا مهمه لتحقيق ذلك بحكم خبراتي وتجاربي المحليه والعالميه بحضور وتغطيه كل المناسبات من بطولات وغيرها، وانتظر موعدا مع الوزير لعرض مقترحاتي ورؤيتي المتواضعه لمثل هذا المؤتمر. اللهم الا اذا كان الوزير بالفعل يضع هذه القضيه على راس اولوياته ويحضر لها بالفعل، ووقتها ساكون اول الداعمين والمساندين. المهم ألا نستهلك الوقت وتستغرقنا القضايا والمشاكل المحلية وبرامج الروتين اليومي، ثم نفاجأ بأن الوقت قد سرقنا ونصدم بفاجعة كروية جديدة وخروج من كأس العالم وضياع ألقاب أفريقية. شوف أنا قلت لك عجبني السؤال. أتفق مع كثير مش كل من المقترحات اللي قالها، ولكني بشكل يعني مبدئي مش مع كل حاجه نقول نسألكم الرحيل. لان هي المشكله مش في الرحيل يا استاذ ابراهيم، لان لو جالك حد ما عندوش رؤيه او مش متبني سياسه جديده
تقودنا الى تحقيق هذه الاهداف مش هنعمل حاجه. هو لما بيقولها بيقول مؤتمر يعني 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 مش محتاجين مؤتمرات بقدر ما احنا محتاجين. طب انت هتقول لي ما فقد الشيء لا يعطيه. ازاي انا اجيب نفس الناس اللي بتخطط عشان تصلح؟ اننا الاستراتيجيه تتغير. يعني ما انا ممكن انا نفس الشخص قناعاتي او الظرف اللي انا فيه اتغير ويبقى مطلوب مني حاجات تانية. ايوه. التكليفات التي تطلب من اتحاد الكوره اولها الثواب والعقاب. مش هشتغل بدولاب عمل عمال بلم من وراء ده لا يمكن يعني. ادي اول خطوه من خطوات الاصلاح. نمره 2 العداله المطلقه والشفافيه المطلقه. وان احنا لما نشتغل ما نبقاش تحت ضغط اي حد ولو كان نجم. فرنسا وفي اهم من كريم بنزيما ما قدروش يفرضوا على المدرب حاجه. خليه جنبك مش قال لهم والله انا خلاص المجموعه دي وصلتني انا مش ههز الدنيا. وصل الفاينل وعمل ماتش مرعب وخزلته ضربات الترجيح. لما نوصل ان يبقى العزيز علينا اسم بلدنا مش اي حد تاني مش اي حاجه تانية. لما نوصل ان احنا نبقى في عندنا نوع من الصراحه مع النفس ونشاور على الخلل وان كانش عندنا الخبرات اللي تصلحه نستعين بالخبرات. هنا بقى بدل ما اقول له استقيل اقول له استعين بالخبرات اللي ممكن توصلك انك تصلح الكلام ده. وما اروحش بقى اشتغل بشكل شكلي. يعني ما اروحش اجيب ناس عشان احطهم ورده في عروه الجاكيت. ما جبت لكم فلان هجيب لكم مين تاني. طريقه ان المديرين الفنيين في الاتحادات ما تشتغلش وسياسات لا تنفذ ويبقى قاعد كراجل ادارجي روتيني واللي بيقوله ما بيسمعش كلامه. احنا ما بنغيرش سياسات. ولذلك كابتن جوهر رحمه الله عليه لما جه وقال لهم اعملوا كذا كذا عشان يبقى عندنا منتخب اولمبي تحت 23 سنه ونغير مسابقات ما سمعوش كلامه راح سايبهم ورايح الاردن كسر الدنيا. ايوه ايوه. ليه المناخ اتوفر له؟ هو الناس اللي هناك بتصدقنا وتصدق كفاءاتنا واحنا هنا ليه مش بتصدقهم ومش بنديلهم الفرصه؟ ليه لما تيجي تقول الكابتن حسن شحاته يقول لك كبر. خده خبير. خده راجل بيخطط. ما هو الراجل ده خد فريق من الدرجه الاولى كسب بيه الدوري والسوبر. الكاس والسوبر المقاولين. وبعدين وهو في الدرجه الاولى تسلم منتخب مصر عمل اللي ما عملوش اللي قبليه واللي بعديه. اذا تراكمت عنده خبرات. اصبح كلامه يجب ان يستمع اليه. نجيب الناس اللي هي ممكن تبقى مجرده تقول لنا حاجات. مش عمالين نجيب ناس من باب جبت لكم فلان الفلاني كيروش وبعدين نخرج كيروش يشتم فينا. طيب بمناسبه كيروش الصديق العزيز حمدي رزق كتب مقاله مهمه في المصري اليوم. اليس في الجبلايا رجل رشيد؟ الله ده انت يعني متفقين سوا في الجزئيه اللي المهندس عدلي بيطرح. بيقول حمدي رزق ما حدث توصيفا فضيحه. اللي هي ايه يا عم حمدي؟ قال لك مشاحنه كارلوس كيروش المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في نهاية بطولة كأس العالم في استاد لوسيل القطري يستوجب مساءلة عاجلة لاتحاد الجبلاية. ليه؟ قال لك لأنه ما حدث يمس سمعة مصر في الأخير. كيروش واجه جمال علام في مقصورة استاد لوسيل أمام الناس في حضور محمود الخطيب وحسن حمدي وأحمد سليمان وائل جمعة وأحمد حسن. فتح القوس وذكر الأسماء حمدي رزق. واجهه بإيه؟ عدم حصوله على بقية مستحقاته حتى الآن. كيروش أكد لجمال علام أن اتحاد الكرة لا يريد سداد المستحقات المتأخرة ويماطل في الرد رغم الوعود التي يتلقاها وهذا ليس جيدا وسيلجأ للاتحاد الدولي. المدرب البرتغالي بيقول حمدي رزق الذي قاد المنتخب الإيراني في نهاية كأس العالم في الدوحة انفجر في وجه جمال علام في استاد لوسيل.
وقال بالحرف بين علامات تنصيص: أنتم لا تحترمون تعاقداتكم ولا عهودكم. حازم إمام يتجاهل الرد علي على اتصالاتي أكثر من مرة. وبيقول حمدي رزق: العهدة هنا على الراوي وهو صديق هاني حتحوت في برنامجه الماتش على صدى البلد. دعك من ردود اتحاد الكرة المائعة وتسويفات جمال علام وتابعيه، فضيحة المستحقات لا تجوز ولا تصح وليس لها محل من الإعراب في سياق اتحاد علام المغلوب على أمره لم يستطع ردا. الرد جاء من الجبلاية على لسان مصدر مجهول باتحاد الكرة يعرفه فقط حتحوت. يقول المصدر: كيروش تقاضى كل مستحقاته المالية وهو الوحيد الذي ليس له أي مبالغ مالية عكس باقي الجهاز المعاون واللاعبين الذين تتبقى لهم مكافأة. بيقول حمدي رزق: حتى عندما يرد الاتحاد في واقعة مهينة كهذه يرد في الخفاء وعلى لسان مصدر مسؤول أو بالأحرى مجهول وليس في بيان المنهور من رئيس الاتحاد. يعني ايه كروش الوحيد اللي خد مستحقاته وجهاز ما خدش؟ عشان مصريين وغلبه؟ ليه ما ياخدوش مستحقاته؟ هو في ايه يا جماعه؟ بص، هو القصه عشان اقول لك احكي لي القصه. هو له فلوس. لما ما حضرش المؤتمر الصحفي بتاع مباراه السنغال عشان العربيه اتاخرت في الطريق، اتوقعت عليه غرامه. توقعت عليه غرامه كبيره. منين؟ من الاتحاد بتاعنا، من الاتحاد الافريقي. في اتحادك بيحملها له؟ حملها له بالكامل. طيب منطقي. واضح ان العقد ما فيهوش كده، هو بيتمسك ان انا ما اتاخرتش بسببي، انتوا كنتوا شاهدين. ولذلك لما قال له وليد العطار وتلاسن معاه في تويتات، قال له: انت انا اكلت عيش في بيتك وانت ما قلتليش كده، وان انتوا وقتها ما قلتليش ان الغرامه عليا، وانتوا عارفين ان انا اتاخرت في الطريق بسبب زحمة المواصلات او فورس ماجير يعني. طب ما توثقتش ليه؟ فين العمل الاداري هنا؟ انت ما وثقتش وانت ما ردتش عليه. يعني هو حمدي رزق بيقول لك ما ترد عليه بشكل واضح. انا عارف. قال لك انت ليه بتستخبى؟ لا، ده انت كنت اولا وثقت اللحظة. ثانيا خطبت الاتحاد الافريقي فورا لاسقاط الغرامة. ثالثا تقول انا عملت 1 2 3 والاتحاد الافريقي اصر وانا ما اقدرش اتحمل الغرامه بالنيابه عنك حتى لو انت مظلوم. وترد عليه كده. اصل الاتحاد برضه نفسه يتحملها ليه؟ يعني في سبب، لكن انت ما عملتش الهوم ورك بتاعك لانك رايح تتفسح يا استاذ ابراهيم. وكل شويه الدنيا تلف وتوصل عند مين؟ وليد العطار. وبعدين في كده بقى والاتحاد يسكت. بيقول حمدي رزق: هل هذا التصرف يليق بالاتحاد؟ هو الأقدم قاريا وعربيا وربما شرق أوسطيا. هل هكذا تدار الجبلية في الخفاء بالخفاء والطناش والتسويف؟ مدير فني بحجم كيروش يعامل كهكذا من أجل حفن الدولارات؟ ماذا لو لجأ كيروش إلى الاتحاد الدولي؟ من يتحمل العقوبات المالية والتعويضات فضلا عن الخسارة المحققة في سمعة الكرة المصرية؟ بيقول حمدي رزق: أليس في الجبلاية رجل رشيد يتحدث إلى كيروش باحترام وتقدير ويعرف منه مطالبه ومتأخراته ويفصل في حقوقه؟ إذا كانت له حقوق لماذا لا يطلب علام من رجاله تجهيز الملف المالي لكيروش والتحقق من مطالبه ومدى اتفاقها مع العقد المبرم بدلا من الملاسنات والمشاحنات والشكايات في الاتحاد الدولي؟ مخزن ومحزن هذا الذي يصدر تواليا عن اتحاد الكرة. كيروش نطق: أنتم لا تحترمون تعاقداتكم ولا عهودكم. كيف تحملها علام؟ وكيف وقعت على كباتن ونجوم الكرة المصرية الكبار أمام الضيوف في استاد لوسيل؟ هذا الذي حدث تتدارى منه الوجوه خجلا وتتعرق منه الجباه. صحيح اللي اختشوا ماتوا. شيء مؤلم. هو من وجهة نظره هيقول لك: أنا مالي، أنا راكب معاك العربية والمرور عطلنا أنا وأنت. يطلع البيل مسؤول اللي كان مسؤول هناك يرد بالحقيقة. ليه يسمح لكروش إنه يزعق لرئيس الاتحاد المصري في وجود ما يردش الناس. ما يردش النهارده في ساعتها محضر إثبات حالة واحتجاج لدى الاتحاد الإفريقي: أنت بتوقع عليا غرامة ليه؟ ده اللجنة المنظمة ما وفرتليش ان انا اوصل للملعب.
انا التاخر نتيجه كذا، اذا كان هذا هو السبب. مش ان هي العربيه استنته لما نزل من اوضته فنزل متاخر. اذا كان ده اللي حصل يقول له لا انت اتاخرت، فاحنا مشينا لوحدينا ما مشينا. الاتحاد وقتها قال ان كانت زحمه المرور هي السبب. يبقى هو الراجل يقول طب وانا مالي؟ والاتحاد وانا مالي؟ طب مين اللي ماله؟ الفورس ماجير، في حاجه في القانون اسمها السبب القهري يدافع بيها لدى الاتحاد الافريقي، والمسؤول هنا اللجنه المنظمه اللي ما وفرتش ان يبقى قدامي الموتوسيكلات الانسيابيه اللي تضمن لي الوصول في المناسب. بالظبط كده. انما يبقى في اكشن وابقى واقف جنب الراجل بجديه ونقتضى الامر وارد عليه، وتيجي لحظه من اللحظات ممكن يبقى في توافق على تحمل الغرامه. طبعا لا انت مسؤول ولا انا مسؤول، لكن في تعنت هنعمل ايه فيه؟ نشوف تدفع ازاي. ارد على الكاف اللي فرض الغرامه بكده، انت فرض عليه غرامه وانت ما وفرتليش. ما هو ده بقول لك، بس دي كانت عايزه ايه وقتها؟ اثبات حاله. ما هي الاداره يا جماعه مش فسحه. ولما كنت بقول لك ان عضو مجلس اداره النادي لما بيسافر ده مفوض بصلاحيات رئيس المجلس والمجلس، لان في قرارات لحظيه بيجب اتخاذها مش هتستنى لما تعمل اجتماع مجلس اداره. فلابد ان يكون الشخص اللي على راس البعثه عنده درايه بكل الكلام ده وعنده اداري مصحصح مش رايح يتفسح. التحقيق هنا يتم ومن السيد الوزير، وشوف التقصير فين، اذا في تقصير حد يتحمله، اذا ما فيش تقصير يطلع رد رسمي او يطلع حد يتحمل المبلغ ويقفلوا لنا الملف. العيب قوي ده، بس ما يبقاش ان احنا دفعنا نتيجه واحد شهر بينا في كاس العالم. تعرف ان قبلها بيوم كروش بيهدد، قبلها بيوم بعت رسائل لكل الصحفيين بكره هقابل جماعه، هقابل المسؤول للاتحاد المصري في الاستاد وهفضحهم قدام الناس. يعني حتى ده كمان لا يليق. هو بلدي قوي كمان. طبعا شرشوح بلدي. يعني هو راجل حتى ما قعدش يتكلم بشياكه مع الناس. هو بيقول لك انا بتصل بحازم امام ما بيردش عليا. يمكن ده ضايقه. ما خلي بالك البرتغال دي كانت مستعمره العالم في وقت من الاوقات. هو كمان ناري. الجينات بتاعته، لا جينات مورينو يعني فيهم فيهم ناريه. يعني ما تكلموا بيكلموك بصلابه. فيهم الطبع ده. ده موضوع يا حازم ما ينفعش معايا انك تزقها بالعصايه فتيجي في جمال علاه. يعني طب رد عليه، ما انت اللي جايبه وانت اللي يعني انت اللي كنت على اتصال بيه، اللي جابه احمد مجاهد صحيح، بس حازم كان متصل بيه على طول. لا ما هو قال له اما جه يتفاضل مع انه يرجع. قال له فين مستحقاتي؟ انت وعدته يعني حتى بيتهمنا بالكذب. ما يصحش. ما يصحش قدام الناس وبره الناس. هو انا كرامتي ان انا ابقى راجل كذاب بدل في الديره خلاص؟ هو شرفي ان انا محتاج ناس لو اتلطت في الديره ابقى انا في السليم، لو حد تعرض ليا في العلن اطخه. وده كلام في كل الاحوال. لا الشرف ده حاجه والكرامه دي حاجه القيمة في العلن وفي الخفاء. ما عملش الحاجه اللي تجرح. مش كده؟ صحيح. ده كان تساؤل الاستاذ حمدي رزق. طيب مع تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية المسألة ضايقت ناس، فكتب الأستاذ أحمد الشمراني الناقد الرياضي السعودي الكبير في جريدة عكاظ الأهلي والهلال، قال لك الناس وين؟ الناس وين وأنتم وين؟ ده على الناس اللي بتقلل من تأهل الأهلي والتأهل المحتمل بنسبة كبيرة للهلال، لأنه حتى الآن الفيفا ما سماش او ما حددش مين بطل اسيا، النهائي متاخر شويه، فالهلال بطل اخر نسخه، فقد يؤخذ الهلال لكاس العالم بالمغرب في فبراير. لكن احمد الشمراني بيقول لك الناس وين وانتوا وين؟ مانشيتي جميل، نبحث عن تفاصيله خلال قطبي القارتين كرويا، فزعيم في مصر واخر في الرياض والاثنان كبيره اسيا وافريقيا، فهل من محتج؟ الأهلي ذاهب إلى بطولة العالم للأندية وكذلك الهلال، فثار حنق المتعصبين هنا وهناك، واكتفى الواقعيون بالضحك احتجاجا، وفي الضحك في مثل هذه المواقف بهجة.
ترشيحي أو مرشح لا أراها في موضعها حينما يكون أمر التمثيل معنيا بالهلال والأهلي. هنا أقول ولا يمكن أن أماري أو أجامل، فالأهلي والهلال يمثلان ثنائية القطب عربيا وفي القارتين السمراء والصفراء. سيكملان العقد في المغرب، وما علينا إلا الاستمتاع بكبار الأندية في العالم في معزل عن التعصب، فكرة القدم في بعض المحافل تختار من يمثلها. هتقولوا الكرة اختارتهم. مكمل؟ لا مكمل في قضايا تانية، قضايا سعودية يعني. طيب اصل ما علينا. طيب ما هو اصله يعني بيستخف بالناس اللي هي بتقول لك اشمعنى احنا. اصل لازم يبقى عندك سبب المقارنه. ايوه تبقى واجبه لما يبقى عندك سبب. يعني لما يجي واحد يقول لك ايه، والله العظيم حاجه غريبه يعني، هو لو البطوله دي في مصر، لو الزمالك كان يملك من الاموال ونظمها في مصر، مين اللي كان هيشارك؟ كنت هتشارك انت؟ طبعا هي لوائح. الله، لو الاهلي نظمها كان هيشارك هو. لو مصر نظمتها هيشارك بطل الدوري المصري وهو الزمالك. خلاص النادي مش بيشارك، ما هو الدوله هي اللي بتشارك. الدوله بتنظم ماشي، ويشارك بطلها المحلي في اخر نسخه هو الزمالك لو كانت مصر نظمت. فانت بتناقش لائحه. لما المغرب تنظم وبطلها موجود مؤهل اللي شارك الوصيف بتاعه، خلصت ما فيهاش اشمعنى. ايوه محدش جامل الاهلي في حاجه، بالعكس حق الاهلي عاد اليه. ولو انت منصف جزء من حقه. لا حقه انه كان يكسب ويرجع البطوله. البطوله خلاص. والقدر اراد ان ينصفه. مين يشوف اللفه دي؟ مين كان متوقع ان المغرب تكسر الدنيا فلما تطلب تنظم البطوله عندها العالم كله يرحب، اقول الاتحاد الدولي ليه؟ عايزين يحتفوا بيهم. وشايفين الناس دي عندها نظام. وعندها جديه، يدالهم التنظيم. وكمان خرجهم من الشعور بعقده الذنب تجاه الاهلي. ان الاهلي ظلم فالقدر انصفه، قدر مش الاتحاد الدولي. واللائحه طبقت. لما تيجي تقول لو انا، وانت بتسيء لمين؟ ما تقول لنفسك ما نظمتش ليه؟ قال لك اصل 20,000 دولار ده مبلغ لا يسترد ومبلغ كبير جدا. 20 مليون. طب ودي خلاص يبقى ما نتكلمش. هما كانوا طلبوا، الزمالك كان طلب من الوزير وقتها في شهر اغسطس، هو الوزير انه ينظم. يا حبيبي ما هو مش معقوله كل طلب على حساب صاحب المحل. ايوه دي ما كانش مؤكد انك تاخدها على فكره. كنت هتبقى زيك زي السعوديه، زيك زي هيبحث الملف. كان هيبحث. وهتظل الاولويه للمغرب لانجازاتها، واللي هي اللي في هي اللي متصدره المشهد الافريقي دلوقتي على مستوى العالم. عندها نهم للتنظيم كمان. سبب عندها يعني انت مديني سبب ان انا اختارك. ده حضور عالمي قوي. حضور عالمي وتنظيمي. النهارده بالمناسبه قفزت للمركز ال 11 في تصنيف الاتحاد الدولي. معلش تصنيف ديسمبر عزقنا. يوما ما كنا في التاسع. هي قفزت لل 11، تفوقت على المانيا والاوروجواي وامريكا وسويسرا، كلها طيب. منتخبات كبيره سبقتهم المغرب. احنا يا استاذ ابراهيم انتصاراتنا، واحنا تاخرنا لل 39 ولسه لان مش يعني ما فيش توافر في إرادة الإصلاح. لما أنا بقى زي ما رضوان قال يعني ما فيش، هو أنا كرئيس اتحاد إزاي أقبل إن ده يتعمل معايا كده؟ يعني إزاي أقبل إن أقف أسمع الكلام ده؟ لازم جمال علام يرد رد قوي عليه. ورد قانوني. رد قانوني مقنع. ايوه مش شمشوني بالظبط. لا نسمح ولا نقبل. لا بيان عنيف كمان. خدت مستحقاتك وبقى مبلغ معلق جاري تسويته وفقا لما تم تسويته ومخاطبه مساله. انت على فكره
كيروش لو كان شافك كلمت الاتحاد الافريقي عشان تشيل المبلغ كان حولك عملت اللي عليك. طب وانت هتعمل ايه؟ ايوه. لكن ما شافكش عملت كده. انت عشان تكسب الاتحاد الافريقي في صفك انشغلت وهنعيد ماتش السنغال بسذاجه وحتى ما خدتش بالاسباب وانت بتعمل كده. فالدنيا ماشيه مسلمينها لناس شاريه دماغها. ما بتكلمش على الاستاذ علام على فكره. الاستاذ جمال علام ده راجل يعني محترم جدا صحيح. ولكن هي في الاخر خبرات وقدرات واجهزه تنفيذيه واجهزه وقدره على قيادتها. ايوه دي مهمه قوي. اذا كنت مش قادر تقودها انصحك يا جمال بيه بلاها خالص اللعبه دي. يا اما تقودها لان في الاخر هترد في صدرك انت. وهي انت في الواجهه اهي يعني حتى في ملف نهائي دوري الابطال والجواب وغيره جت في الاتحاد مع انه لجنه التحقيق قالت لهم الاداره التنفيذيه لا ده الاتحاد قبل ان يدلس عليه. اه يعني ما هو انا زي ما قلت لك لما كانش الجواب راح للوزاره كنا هنقول سهل وانشغلنا وبتاع وكنا هنقول اهمال. لكن ده انت بتشيل البند ده. انما الاهمال اللي يتحول للتدليس انك تمرر الجواب دون عرضه على مجلس الاداره الى الوزاره بعد ان شلت نزعت منه الدسم نهائي دوري الابطال. هو ده اللي هو اهم حاجه. هتقعد تكلمني في الشاطئيه والسيدات ولا؟ فانت نزعت الدسم منه. فانت ابسط حاجه كاتحاد تعالى ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لنا؟ ايوه. الا اذا كان خدك على جنب. في حاجات غامضه مش واضحه. بتبان من كيروش. انا احب واحترم معظم الناس اللي في الاتحاد ده وناس كويسين. ايوه. كويسين كبني ادمين. ولكن عندما نتحدث عن اداره وسياسات اداره ومناورات اداريه على مستوى القاره والمنافسات عايزه خبرات وعايزه جرأه في المواجهه وعايزه ورايا دولاب اثق فيه ما يخبيش عليا جوابات او ما يبعتهاش من بره بره. ازاي انا ادير وانا او ينفع لقراراتي هو منفذ. ما هو انت اصلا ما فيش قرارات عندك لان ما بيتعرضش عليك. بتغيب ازاي ده في حد ذاته كان يفضي اتحاد الكره ده من الموظفين. يعني انا في وقت ما في اداره ما لو حصل هذا الموقف كانت الدنيا اتربقت. ازاي يحصل كده؟ أو يبقى في ردود مقنعة أعلنها للرأي العام. لا 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 إحنا بالتحقيق أدي الردود وإحنا اقتنعنا. هل يا رأي عام أنت مقتنع معانا ولا ليك موقف تاني؟ ما حصلش الكلام كده يا أستاذ إبراهيم. فبتسيب الدنيا للتكهنات وإن كل واحد عايز يقول حاجة يقولها وتكون النتيجة إن إحنا منشغلين بالكلام ده اللي هو إجراءاتنا الإدارية الغير سليمة عن التنظيم الحقيقي اللي ياخدنا إلى خطط تطوير لكرة القدم. مفيش. تقعد تسمع التحكيم التحكيم وتجد إن أسرة التحكيم بتقطع في بعضها. ده وصل للمحللين اللي يقول في استديوهات التحليل اللي يقول يمين التاني يقول له شمال. خلف خلاف. وأنا مستعد أقول لك يوم ما يطلع فلان كده هقول لك بالاسم واكتبها في ورقة هيقول عكسها. فتوه انت كمشاهد مين صح مين صح. لما اجي اقول لك خط الفار اترسم غلط يا اترسم غلط يا لا ما اترسمش غلط. اذا يبقى دول لازم يتمنعوا على انهم يبانوا تاني على في المشهد خالص لان الضمير مات. دي خطا لا يصوب. ده عامل زي يعني محامي ما قدمش اوراق البراءه لموكله. لازم يتشطب بالجدول. خان مش معلش بقى اصل راحت عليه نومه او الكلام ده. الكلام اللي احنا بنبرر بيه وعايشين بيه وبنقبله. هتصلح صلح مش هتصلح قول لنا
عشان يعني هل نفضها سيره في الكره المصريه ولا نعمل ايه؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف مين بقى هيتمسك من عظم ابتسام. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل الاشكاليات في الغربال وشفنا الرغبه في اصلاح الكره المصريه لان فعلا تستحق مكانه افضل بكتير. وما بين اتهامات وما بين شكاوى وما بين تطلعات لان الحقيقه الكره تستحق احسن من كده بكتير جدا. وامتلاك مصر لهذه المواهب الفطريه المتميزه جدا كفيلة انها تخليها في حته تانيه مختلفه. ده كان ابرز ما في الغربال لكن يبقى الكثير بعظمة لسانه. اعلام ساعه لقلبك. الحقيقه الوضع الاعلام الرياضي جزء مهم جدا من المنظومه اللي احنا فيها. وما يخص النادي الاهلي الناس كلها يا باشمهندس مش معنيه بما فيها اعلام المنافس الا بما يحدث في الاهلي وللاهلي ومع الاهلي. اعتراف واضح وصريح. ان الاهلي هو البضاعه الرائجه. بحكم الشعبيه الواسعه. وانه دي خلاص اتحسمت بقى، ده هم بيقولوا دلوقتي مش عايزين استفتاءات جماهيريه لان مش هنقدر عليها. ما حدش بقى يناقش خلاص موضوع مين اكتر شعبيه دي. وللاسف الشديد او الحمد لله ان هم باستمرار اللي بيثبتوا لنا ان الاهلي هو الاكتر شعبيه. زي ما قال لك نسوق لوحدنا فياتي الاهلي عشان يتصدر المشهد بتاع سوق الاعلانات. انت مع اللي بيحصل مؤكد الناس بتتقاول عليك لانك لو يعني انا بسالك سؤال وانا سالته لكل الناس بتتكلم على الاهلي حتى القناه الفئويه تعالوا نجرب احنا وانتم محدش يجيب سيره التاني مش هيقدروا لان احنا كنا لوحدينا يا استاذ ابراهيم 8 سنوات او اكتر ما جبناش سيره كلمه الزمالك ما طلعتش على لساننا 8 سنين احنا دلوقتي للاسف احيانا بنضطر نرد على كلام بيتقال لان انا عندي اللي اقوله عندي تاريخي عندي رموزي عندي احداثي عندي الاحداث اللي ممكن بطولاتي انا بقول لك عندي احداثي عندي الكلام اللي انا لما اجي ادي لك مثل عن قيمه ومبدا ادي لك 10 امثله في 10 عقود مختلفه ازاي الدنيا متواصله كده وازاي انا شخصيه النشاه بصمت على رموز النادي اللي بصمه على تاريخه اللي بصم على انه يبقى يتحول الى قيم وتقاليد مكبله وموجهه ومسيطره على اي حد يجي بعد كده في النادي الاهلي ما عندوش رفاهيه ان يخرج بره الاطار ده ما يقدرش يخرج بره الاطار ده ما حدش يتحمله يعني انت عندك جمعيه عموميه فاهمه كويس قوي يعني ايه النادي الاهلي ولما جه ناس عملت كده وقالت يعني كانت كلمه غريبه جدا واعتقد انها من الكلمات الفارقه وقت الانتخابات لما تقول لك يعني ايه قيم الاهلي من مسؤول كبير في النادي الاهلي في خطابه الرسمي الاخير يعني ايه قيم النادي الاهلي اللي عرفه حد قال له بقى قيم الخير والحب والجمال اللي هي القيم المطلقه بتاعت الانسانيه يا جماعه لا ده كلام قاله افلاطون ولا سقراط حد يعني من دول يا ده فنقتبسه عشان نقول ان النادي الاهلي ما عندوش قيمه الخاصه بيه من مسؤول كبير فكانت النتيجه ايه؟ ان ما ينفعش نكمل بقى باللي ايه؟ شايفين ان الاهلي له قيمه الخاصه طيب الوضع الاعلامي الحالي الحقيقه عبر عن اندهاشه منه الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه الاخيره للاهلي مع فاركو نسمعه ونشوف هو سيد مغالي او مبالغ ولا لا نشوف على المستوى الاعلامي في رجوع شديد قوي مش عارف ليه يعني حتى في الامور اللي هي ممكن تبقى امور تدعو للحيره والتساؤلات الشديده جدا حتى على المستوى
كاس العالم للانديه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انت المفروض ما تشغلش بالك بيها قوي لانها لسه فتره طويله. انت بتدي مساحه، او الناس بتدي مساحه لناس تتكلم في احقيتها في المشاركه، وهم عارفين اللائحه والنظام. يعني انت بتتكلم على مشاركه في كاس العالم للانديه، يعني انت هتشارك بناء على بمزاجك ولا فرد ارتياع ولا هو ده نظام. زي مثلا يعني في افريقيا الاول والثاني بيروحوا مثلا يعني، وممكن تاني ياخد البطوله ممكن، تمام، ده نظام نفس الكلام يعني. لكن للاسف احنا هنا يعني ممكن الكلام ده يزعل الناس يعني، لكن هو ده الحقيقه. انت بتدي مساحه كبيره جدا للاعلام، الناس من الرجاء، لكن يعني في حين ان انت مثلا حتى الوداد في المغرب، هات لي ولا برنامج تلفزيوني في المغرب استضاف حد من الاهلي يدي رايه ولا يقول وجهه نظره. لكن احنا هنا في الاعلام المصري والمنظومه الاعلاميه في مصر لا، بندي مساحه ثانيه ونتكلم في حاجه خلصانه يعني. انا عارف ان ممكن تبقى في راي وراي اخر زي ما بيقولوا يعني، لكن مش في كل الحالات يعني. انت بتدي مساحه سلبيه جدا جدا جدا، ومش في وقتها ولا في مكانتها، وخصوصا لو مرتبطه بنص يعني. ولو ان القضيه دي ما كانتش قضيه من الاساس وقديمه وادمت والناس بتضحك على اثارها، لان الحقيقه يعني هي كانت محاوله، انا قلت لك الغرض منها تقليب الجماهير هنا وهناك على بعضهم، وقضيه تثير شيء من الجدل. لان ما يعني ما هو انت عايز تعمل نفسك مش فاهم عشان تكسب مواقف، انت حر في نفسك. لكن لان في نفس اللحظه الناس كلها بتعرف انك مش فاهم، أو إنك فاهم وعامل نفسك مش فاهم. طيب أنا ليه بقول لكم ده إعلام ساعة لقلبك؟ بالذات لما يتعلق الأمر بلاعيبة كورة كبار، وهنا الكابتن جمال عبد الحميد. الكابتن جمال عبد الحميد يا جماعة كان كابتن مصر في كأس العالم. عارفين يعني إيه في كأس العالم؟ يعني أعلى مستوى تنافسي، والراجل على كتفه شارة كابتن منتخب مصر. فهو أولى الناس وأدراهم ان وقت المباراه ده وقت قانوني. لما الحكم يديك 5 دقائق وقت بديل، لو انت استهلكت منهم 2 دقيقة الخمسة هتبقى 7، لو استهلكت 3 الخمسة هتبقى 8. بمعنى ان انت مش معنى ان انت عندك وقت ضايع او وقت بدل ضايع فمن حقك تستهلكه كله، ولما تيجي توصل عند ال5 دقائق بالظبط لازم الحكم يصفر ومحدش يبص. حتى في ماتشات كاس العالم كان بيضاف بال7 دقائق، تبص تلاقيها امتدت ل9. ليه؟ لان اللعب اتعطل لمده 2 دقيقة في الوقت المضاف. المفروض ان ديت مسائل يدركها كل الولاد الصغيرين اللي بيلعبوا او بيتفرجوا على الكوره، مش كابتن منتخب مصر في كاس العالم. انا اربق بالواحد زي الكابتن جمال عبد الحميد يكون ده فهمه للامور، علشان الاهلي يسجل بعد ثواني قليلة من انتهاء الوقت المضاف اللي استهلك نصه. مش هنروح بعيد، نشوف الكابتن جمال عبد الحميد. في ملاحظتين بس بعد اذنك يا كابتن طارق. الملاحظة الأولى إن الحرس لابس أحمر، وده عادي جدا، الحرس طول عمره بيلبس علم مصر أحمر وأبيض وأسود. إنما مدرب الحرس لابس كاب أحمر. يعني أولا الدنيا مش شمس، الدنيا مش عارف إيه. وانا عارف ان احمد ايوب شعره حلو، يعني مش محتاج كاب احمر يعني عشان يبقى الناس انا اهلاوي لو عملت حاجه. يعني الكاب ده ملوش اي لازمه، يعني مش فاهم كاب احمر ليه. ما هو كاب احمر ولابس ابيض في اسود دول علم مصر. فدي ملاحظه. بعد اذنك يا طارق، احنا ما طلعناش في التايم عشان نتكلم على حكم ماتش الاهلي ولو في ثانيه بس. بعد اذنك اتفضل. الحكم ادى 6 دقائق، اما يجي كورنر ويتلعب ما يصفرش لغايه ما الكورنر يخلص، انما يجي كورنر ويرجع لورا فهو اداك الفرصه ان انت تلعب في 30 ثانيه الكورنر دوت وانت ما لعبتوش رجعت لورا، يبقى لازم اصفر. طب ليه 36 ثانيه؟ ليه لعبت في الدقيقه 7؟ طب وبعد ما جه الجول ليه كملت دقيقه ونص ثاني؟ مش انت بدي 6 دقايق بس؟ حسيت بالغلطه؟ فانا بقول له تروح بيتك ازاي وانت حاسس انت ظالم فريق فاركو؟ أنا زعلان منك. مني أنا؟ طبعًا. أنت بتناقش الأمور أكنه كلام بجد. لا دي ساعة لقلبك. يا أستاذ إبراهيم، أنت بتقول له الوقت الضايع في الوقت، بتتكلم بجد؟ لا هو مش فاهم.
يعني هو بيقول، هو بيقول لكابتن عايز يبين انك اهلاوي وبتلبس كاب احمر، لا عايز يبين ان زملكاوي يتريق على الهيفا والهيفا، لان الحقيقه ما فيش مليانه خالص. ما بشوفش في المليانه. ايوب كل الماتشات لابس الكاب يا عمي. ايوب يلبس ايه ويقلع ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ده كلام كله عشان انا بحب الزمالك وانا بكره الاهلي بس، ادي المؤدة. فيقعد يبص على حاجات. انا متاكد ان في ناس كتير جدا والله وزملكاوي بيبقوا قاعدين مكسوفين من الكلام ده. لانه لا يليق. زي ما انت بتقول كابتن منتخب مصر ولعب للاهلي ولعب للزمالك. طبعا تجربتك في الزمالك تستدعي انك تفرح بالزمالك حقك وتحب الزمالك حقه على راسنا. تعلف، انما توصل بيك الامر تقول لي الكاب الاحمر وال، طب ما انت بتعمل اسخن من كده. اللي انت بتقوله ده هي نوع من التزيد في الحب. ايوه يعني انت مزعلك يعني الكاب احمر. كاب احمر بس لما الفرقه تلعب عشان علم مصر يبقى تلعب بالفانيلا الحمراء، لكن الكاب ده مش علم مصر، ده بتاع النادي الاهلي. طيب كلام تضيع وقت يا استاذ ابراهيم، ان احنا والله العظيم ناخده بجديه. خد بقى في قضيه الوقت، لانه قضيه وقت المباراه ده وقت قانوني، اوعى تناقشها بجديه. اسمع اصل انت لو سالت هات اي واحد ماشي في الشارع هيقول الكلام ده، عيب انك تناقشه بجديه. طب اشوف الكابتن شوبير عمل ستوب ووتش لوقت المباراه، ما دمنا هنتكلم في الوقت القانوني للمباراه، لانه ان انا اصدق ان انت حسبت ست دقائق فمع الثانيه السته لازم اصفر. كابتن شوبير حسب بالستوب ووتش الوقت اللي استهلك في الوقت البديل كام عشان اللي اضيف، والهدف جه في الدقيقه كام بالظبط. نشوف احمد شوبير. بصوا يا جماعه، بص هنا انا عايز بس الحقيقه اوريكم من ساعه الوقت بدل الضيع. الفاول هنا في كان في الدقيقه 90 و50 ثانيه وكانت رفع الست دقائق. احسب معايا الوقت بس عشان في ناس تقول لك ايه اصل الوقت واصل الزياده واصل القصه. خلي بال حضرتك هتتلعب في الثانيه 33 ثانيه، 33 ثانيه و10 ثواني يبقى 43 ثانيه في اول دقيقه من الوقت بدل الضايع. مركز معايا حضرتك؟ يعني لسه الراجل الحكم بيقول يا هادي وعنده من الست دقائق 43 ثانيه ضاعوا. ده على فكره هنا 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 في الوقت ده بيحتسب الوقت ده وقت بدل ضائع. ادي اول لعبه، لان جايب لك لعبه تانية هنا طلعت في الدقيقه 93 و6 ثواني. هنا الحكم راح له قبل ما يلعب لانه بيلعب كده، خد 34 ثانيه الحكم اداله فيها انذار بعد ما ضيع 40 ثانيه مع دقيقة. فأنت عندك دقيقة و40 ثانية من ست دقايق، دقيقة ونص يا عم ما تزعلش مني. من ست دقايق. ركز بس معايا على الوقت لأنه مهم أوي. أنت النهاردة عندك كده حوالي دقيقة ونص، أدي الكورنر في الدقيقة كام بقى؟ لسه ما ضربتش 96. كده ضربت 96 بالظبط. عد الثواني معايا. خمس ثواني، ست ثواني، سبع ثواني. اللعب استؤنف 9 ثواني. خلي عينك على الساعة. اتلعبت في الثانية 17 الكرة جون، يعني هو الراجل 17 18 ثانية يا سيدي عشان ما بقاش ظلمك، 18 ثانية كانت الكرة جون. فاللي طالع بيهاجم بيهاجم ليه؟ ما انت حضرتك تبقى تشوفها الأول بينالتي، كانت من بينالتي ولا كانت من جون؟ الوقت اللي اتلعب كان قد إيه؟ هل مثلا الراجل إدى ست دقايق والجون ده مثلا في الدقيقة التاسعة؟ أو في الدقيقة العاشرة أو في الدقيقة الثامنة؟ ده بالعكس، ده بعدها لعب الوقت اللي كان ضايع، لأن في وقت ضاع بقى في الهدف، في احتفال الأهلي بالهدف. الأهلي خلص احتفالات في الدقيقة 97، لعب كمان دقيقتين فوق. فأرجوك يا جماعة عمليات التهييج وإشعال الفتن دي ما تبقاش موجودة، أنا حبيت أجيبها لك عشان تبقى الصورة واضحة قدام الناس كلها. هو ده أحسن رد. يعني أصل خلي بالك أنا آخد الأمور دي أفكر فيها كالآتي. يا كابتن جمال انت لسه متفرج على كاس العالم وشفت الوقت المحتسب يحسبوه ازاي، وواضح ان دي تعليمات احسبوا الوقت الضايع كما يحدث. انت عارف كانوا بيحسبوها ازاي؟ وده اللي لازم كلاتنبرج يطبقه هنا عشان كل اللي زي كده يسكت. انت عارف عامل ايه الفيفا؟ لجنه الحكام محدده يا جماعه السبع
الاوقات اللي بتوقف فيهم اللعب ومسعراهم تقديريا. احراز هدف والاحتفال به يستغرق دقيقه ونص، مراجعه الفار يستغرق دقيقه ونص، تبديل اللاعب نص دقيقه، علاج لاعب في نص الملعب عشان يقوم في الملعب نص دقيقه، طرد لاعب عشان يخرج نص دقيقه، ومخليها الحكم الرابع حكم الفيديو، حكم الفيديو المساعد اللي في غرفه الكنترول يحسب الحالات، الفريق ده غير كم مره، اتسجل كم هدف ويحسبها، يجي في نهايه الشوط يروح قايل للحكم عندك 12 دقيقه وقت ضايع، عندك 15 دقيقه وقت ضايع. انا اظن بناء على الحالات الفعليه اللي تمت في الملعب، انا اظن ان الكابتن جمال شاف كاس العالم، اظن الكابتن جمال لازم يكون عارف ده راجل لعيب كبير ان الدنيا ماشيه ازاي، اظن ان الكابتن جمال كان اراد فقط انه يسخف وفوز الاهلي، او انه كالعاده يخلق جدل على اي مكسب للنادي الاهلي، وهذا هو الامر. طيب حتى أنا بس يعني فضل. ليه بقى هو كابتن جمال اتقابليها بماتشين، ماتش البنك الاهلي الزمالك جاب الجون والحكم صفر ما اداش نص دقيقه بعديه، يعني تين مع الصفار على الاقل ده حسب دقيقتين كان ممكن. طب انت عارف يحصل تعادل فيه، انت عارف برضو من الحاجات اللي بتحصل ديت، الزمالك بيلعب مع تليفونات بني سويف قبل كده من كام سنه، الزمالك بيسجل هدف الفوز عشان يكسب 2-1، حكم المباراه وقتها ادى وقت ضايع كام؟ 5 دقائق. الزمالك سجل في الدقيقه 5:37، يعني برضه نفس، يمكن الاهلي 17 ثانيه بعد النهايه، لا دي كانت 37 ثانيه، وعلى فكره بتحصل في كل الماتشات. يعني انا يعني متضايق ان احنا نضطر نكلم لاعب دولي في بديهيات يعلمها جيدا، ويمكن قاعد الجماهير العاديه في القهاوي بتصلح له، فما ما مش ده يعني. طيب الوقت وخلصنا منه، الوقائع بقى، الاهلي كسب فاركو بالجون اللي زعل الكابتن جمال عبد الحميد بضربه راس محمد شريف في الثانيه 17 من بعد الوقت الاضافي، لكن اخونا عبد الشافي صادق الراجل شاف حاجه تانية خالص في المباراه ديت، تقريبا وقع لسه ما حدش شافها والكل بيدور عليها، نشوفها. الحكم اللي ادار مباراه الاهلي النهارده لابد من احالته للتحقيق في مشهدين، مشهد ضربه الجزاء ومشهد ان هو واخد سيد عبد الحفيظ في حضنه، هو صاحبه فعلا؟ طبعا هو صاحبه، ما ينفعش في كره القدم ده، هو فين كلاتنبرج؟ هو كلاتنبرج سافر، هو حصل فعلا؟ ايوه ما في مشهد ده موجود. ماشي، هو كلاتنبرج فين؟ ومين اللي بيدير لجنه الحكام؟ ومين اللي بيوزع الحكام؟ النهارده الحكم ده لازم يتحول للتحقيق على ضربه الجزاء المشكوك في صحتها واحتساب وقت اضافي وانتظار حتى الاهلي يتعادل، لما الاهلي ما تعادلش لغايه الدقيقه 6:97 اضطر يتدخل. اقول لك حاجه، ما ينفعش التحكيم ده، العداله يا كابتن خالد، انا اطالب بالعداله في الدوري. عارف لو كلاتنبرج شاف بتاع طارق مجدي دي وهو حاطط ايده على الحكم هيتوقف؟ لا، ما ليه كمان هيقول لك اتفق مع قرار الحكم، هو جاي عشان يتفق؟ هو يعني احنا جايبينه عشان يتفق؟ هو الراجل من اول السنه هو متفق. الاستاذ مرتضى منصور يا ريت يجيبها لنا الاعداد مع محمود عاشور. وهو واخده انجاجيه، مرتضى منصور مع محمود عاشور انجاجيه بقى، مش حاطط ايده على كتفه بيكلمه، ومن ماتشين مش عارف مين ماسك مين من خدوده هيجيب لك محمود عاشور مع مرتضى منصور انجيجيه، ده بمقاييس الكابتن خالد غندور، ده بيدي بلاغ في رئيس النادي بتاعه. بيقول لك طب وضربه الجزاء بقى؟ لا، ضربه الجزاء دي طبعا في مباراه في مخيله صاحبها، لان طب ودي محتاجه نرد عليها. ترد عليه بايه؟ هي فين ضربه الجزاء؟ ويطالب بالتحقيق. وبعدين واخده مش عارف بالحط، هنشوف دلوقتي بالمعيار بتاعك انت يا كابتن خالد، كام لقطه بقى تستدعي مره الاعداد هيجيبها دلوقتي حالا. لا، وفي ماتش قريب الحكم بيكلم زيزو ولا مش عارف ايه بعد ما جاب جول، امين عمر حاضن زيزو لا على خدوده في مشهد كده، راسه خدوده يعني. يعني
والحكم اللي بينط يعني. طب ما تيجي نتحاسب صحيح. ده محمد عرون بينط على الكوره. انا يعني ادعم اقتراح الكابتن خالد غندور ان دي لو راحت الفيفا الحاجات دي تعال نجمع كل المشاهد دي ونبعتها للفيفا. اللي عليا على فكره طارق مجدي في المباراه بتاعت فاركو هو كان بيكلم لاعب من فاركو برضه حط ايده على كتفه. ما تخلي وهم بيجيبوا نفسهم وجع الدماغ ليه؟ لا تخلي لعيب يلمسك ولا انت تلمسه وخلصنا. الحكام طبعا ريحوا نفسكم يا جماعه والله ما له لازمه. مش ضروري تبان هانسم ولذيذ وكيوت ما 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 انت راجل حكم معاك صفاره حافظ على العلاقه ما تخليش حد ياخد عليك. رايي كده يعني. يعني انا لو علقت علق مع الحكم كده. ايوه انما بقى الحقيقه كان له لقطه لطيفه جدا مد ايده يقوم كريم فؤاد واداله انذار. يعني هو هيديله انذار فكريم واقع لما لعب كوره بايده. فقومه بايده اليمين واداله الانذار بايده الشمال. يعني حتى وقعت ان انت بتوقفه انا منعتش ان انت تستخدم القانون. انا رايي ما تجيش ناحيه اللعيبه وما تسمحلهاش ان تيجي ناحيتك. مفيش مجال للتلامس بين الحكم. طبعا في تلامس غير مقصود انك انت تخبط فيه وانت بتجري بتعمل، لكن انك وهما بيكلمك لا تزقه في صدرك في صدره ولا تاخده تحت باطك ولا حتى مهما كان انت حاسس النيه. خلي برستيجك انك انت راجل ممنوع اللمس. لا مني ولا منك. ده اللي يدي الهيبه. لكن هندي فرص وبعدين نقعد نتكلم. طيب غيرها لحد ما يجيبوا لنا اللقطه. لا هنجيب اللقطه، هنجيب اللقطه، لانه يا جماعه هي دي على فكره بتثير قضيه علاقه الحكم باللعيبه زي ما المهندس عدلي اشار، وده للكل، لانه فعلا لما لقينا امين عمر واخد لعيب الزمالك تقريبا كان امام عاشور معرفش ولا مين، لا ده اظن زيزو جاب جون او حضنه من رقبته كده في مشهد، الناس كلها قالت لا الحكم المفترض انه العلاقه ما هياش كده، ولو ده حصل مع لعيب الاهلي او مع لعيب الزمالك او مع اي لعيب انت في النهايه بتحكم بين فرقتين. فكره انه طارق مجدي يحط ايده على كتف الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن سيد يحط ايده عليه او من لاعب فاركو، لان حصلت في نفس المباراه لو كان في وقت كنت وريتكم انه برضه حط ايده على كتف لاعب فاركو وهو بيكلمه، انما فعلا المفترض اصل ممكن يتوبه عاده حركيه عنده لازم يتخلص منها. مطلوب حفاظ على العلاقه. على فكره الصوره ماليه الدنيا يعني، يعني يمكن الاعداد الصوره بتجهز لكن الناس كلها حافظاها انه لما مرتضى منصور خد محمود عاشور انجيجي ودخل الملعب كان في احتجاج من الجماهير عشان يهدي الجمهور عليه. كلها حاجات يا جماعه مع الحكام. ويقول لك لو راحت لكلاتنبرج، لا ده لو راحت لكلاتنبرج حاجات كتيره قوي. بس ده كلام انه المباراه حصل اللي حصل فيها كله كوم. وفكره هو ليه الاتحاد الدولي ودى الاهلي كاس العالم للانديه؟ عشان كده انا بقول لكم احنا في ساعه لقلبك. والكابتن سيد عبد الحفيظ لما اتكلم على الاعلام الرياضي حاصل له ايه يا جماعه؟ كان بيتكلم فعلا باندهاش. واحدة من الاندهاشات اللي اندهش لها الزميل العزيز تامر امين، نشوف. في صديق بعت لي امبارح فيديو انا الاول ما صدقتوش افتكرته متركب وبعدين طلع مش متركب. فيديو لشخص معرفش والله ما اعرفه، والله ثلاثة ما اعرف اسمه. محلل ناقد مش عارف. قال ايه؟ قال لك والله قال كده. قال انه سبب اختيار الاهلي للمشاركة في كاس العالم للاندية، اسمعوا السبب، انه كولر مدرب الاهلي جنسيته سويسري من سويسرا، والاتحاد الدولي مقره في سويسرا، اسمعوا التالتة، والخطيب بيلبس ساعة سويسري. هي التربيطه دي هي اللي خلت الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه المره دي. انا الحقيقه بصراحه انبهرت لما سمعت الفيديو ده، انبهرت. ايه ده؟ ايه الفتوحات دي؟ ايه التعالي ده؟ ده انت معليها قوي 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 يا كمال. ايه الاي كيو ده؟ ايه الاي كيو ده؟ يا بختك والله، يا بختك، يا بختك بعقلك ويا بختك بتحليلاتك ويا بختك بربطك ويا بختك باستنتاجاتك.
يا بختك بكل حاجه والله ربنا وهبك بايه ده؟ بقى الاهلي اختاروه عشان الخطيب بيلعب بالساعه سويسري والاتحاد الدولي اللي بقره في سويسرا ومارس الكوره السويسري يا ولا. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده مستوى النقد والتحليل الرياضي في مصر؟ هما دول اللي بيطلعوا يتكلموا في الكوره وامور الكوره؟ لا طبعا. قولا واحدا تم اختيار النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم في النسخه اللي هتبقى اللي جاي، اولا لان اللائحه بتقول كده، مش عشان واحد اختار ولا مش عارف مين ولا قعد يقول نختار مين يا رب ولا نعمل حد بادي. ثم بقى بالصدفه النادي اللي وقعت عليه اللائحه اللي هو الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، وهو صاحب اكبر انجازات في القاره الافريقيه وصاحب العشر القاب في الشامبيونز ليج، وهو صاحب الثلاث برونزيات في كاس العالم، وهو صاحب الشعبيه الاكبر في افريقيا والوطن العربي، وهو صاحب البراند نيم العالمي التجاري اللي كل دول العالم لما يتقال لك كره افريقيا يتقال لك اهلي كلوب. عرفت ليه تم اختيار الاهلي؟ هو يا استاذ بس تامر امير خد الموضوع بالجديه شويه. انا مش واخد الامر بالجديه دي الا سبب، ان هو مطلوب منهم ان يطلعوا يقولوا كلام ضد اختيار النادي الاهلي، مش لاقيين لا في القانون ولا في اللوائح ولا في المنطق كلام ينفع يتقال، فبيخرجوا بره الاطار ده خالص. اللي عايز يعمل افيه واللي عايز يقول كلام بدليل ان ما حدش يعني دي قاعده للاساءه للنادي الاهلي مش اكتر من كده. لا ناخدها بقى ان هي بي 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 من مستندين الى شيء خالص، ولا الجمهور بتاعهم المتلقي لهذا الكلام يعني هيقول لك عشان كولر سويسري وما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب ان انت بتاخد النادي الاهلي عشان كولر سويسري. طب ما خدتش الرجاء ليه؟ ما بيلبسوش ساعات يعني. هو تلاقيه على الساعات والساعات يا جماعه الاهلي سلم كل الهدايا تاني لصندوق تحيا مصر، لا تاني وتالت ورابع. لو كان حد فاهم ان الاهلي على راسه بطحه، الاهلي ما فيش على راسه بطحه من اي حد. الساعات والهدايا والتبرعات اتسلمت لصندوق تحيا مصر، واعتقد النادي الاهلي اعلن شهاده البروتوكول اللي تمت مع الصندوق، والمتحدث الرسمي باسم الصندوق طلع اعلن ده. فاوعوا تكونوا فاهمين ان انتوا بتحسسوا على بطحه على راس الاهلي. لجج الاهلي ما عليهوش بطحه اصلا. لجج يا استاذ ابراهيم، لجج. طيب ده حاجه، والحاجه الثانيه الحقيقه اللي غير لطيفه بالمره، في صحفي سعودي انا اظن ان هو صحفي اعتاد في تويتات بتاعته انه يسيء للنادي الاهلي. لو هو زملكاوي عليه ان هو يمارس حبه للزمالك كيفما شاء، لكن لما على تويتر يسيء للنادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي بهذا الشكل، محدش مصر بيعمل كده في اي نادي سعودي شقيق. والكابتن احمد حسام ميدو لما رد على مشجع تم ترحيله من السعوديه، السعوديه ليها كل الحب والتقدير والاحترام، الكره السعوديه والرياضه السعوديه ليها كل المسانده والدعم، لكن الافراد لما يسيئوا لكيانات مصريه كبيره، الاقي الراجل ده جايبينه في استوديو في قناه الزمالك وقاعد بيتكلم. ده لا يجوز. لو قناه الاهلي جابت صحفي مش مصري عشان يسيء لنادي الزمالك او الاسماعيلي او الاتحاد من على شاشه قناه الاهلي او من اي شاشه مصريه، هنقول ده مش مقبول وما ينفعش يمر باي شكل. الكيانات المصريه كلها لها احترامها وتقديرها. مش هيستضاف صحفي عربي او اجنبي في قناه الاهلي عشان يسيء لنادي الزمالك. فلما يحصل ده من قناه الزمالك لشخص جابته الزميله مي حلمي، استضافته نفس الشخص وتقول له انت ايه اللي بينك وبين الاهلي؟ انت ليه بتسيء للنادي الاهلي دايما؟ فيستضاف في قناه الزمالك لمجرد انه بيسيء للنادي الاهلي. لو ما كانش بيسيء للاهلي كان هيستضاف في قناه الزمالك؟ ما هو ده السؤال. هو مستضاف عشان يسيء يا استاذ ابراهيم، ما هي دي القضيه. كل اللي بيتقال هناك لازم يكون اساءه للنادي الاهلي. ما فيش منطق اخلق منطق. وهنا المنطق انك تقول كلام فيه تجاوز، لان ما فيش وراك يا سيدي. هتقول لي درجه رابعه، درجه رابعه ايه ده؟ ما تشوف محلك سر. انت مين؟ هل ده بيتكلم باسم النادي؟ هل ده مسؤول في النادي؟
هسألك سؤال. نادي ايه السعودي؟ هو مش باين له نادي. يعني هو بيقول قدمنا. هو مقدم انه صحفي. هو بيقول قدمنا، انت مين؟ انت مين؟ لا 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 ده حد تاني، لا انت انت خلطت بين المسألة. أنا بتكلم عن صحفي بهذا الشكل اللي ظهر بالجلابية، اللي ظهر بالجلابية، لكنه انه يطلع فيه مسؤول من نادي الباطن السعودي اللي اتقال انه مهتم باستعارة محمد مجدي قفشه فيسيء للنادي الاهلي. ما انا بتكلم على ده. لا لا ده شخص اخر. ده يهمني الصحفي. ده شخص اخر. الصحفي ده مش هيستضاف الا لو كان هيشيل الاهلي. بس. هو بيعمل الجوب بتاعه، يعني مش ده يحصل من خلال قناه مصريه في حق نادي مصري كبير، هنا دي علامه استفهام كبيره جدا. لكن كمان الزميل العزيز محمد شبانه رد على حد مسؤول في نادي الباطن، نسمعه. التصريح بتاع رئيس نادي الباطن السعودي ناصر الهويدي بيقول: قدمنا عرضا خياليا للاهلي لضم قفشه في الشتاء. اذا كنا نتعامل مع نادي درجه رابعه لكان تعامله افضل من الاهلي. مجلس اداره الاهلي اتعامل بعدم احترافيه في ملف بيع قفشه. الاهلي لم يرد علينا في عرض ضم قفشه منذ 10 ايام. اتفقنا مع قفشه ووكيله ولكن مجلس الاهلي السبب في فشل الصفقه. اولا انا عايز اقول للسيد ناصر الهويدي هذه تصريحات غير لائقه اطلاقا. ما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي اكبر نادي في مصر تتكلم عنه بشكل مختلف. النادي الاهلي مش نادي درجه رابعه، لا. وشراء قفشه مش بالعافيه. وقفشه لو حضرتك عرضت اعاره 6 شهور ب 2 مليون دولار الاهلي مش هيوافق وحر. مش فاهم يعني 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 الراجل بيقول لك قدمنا عرض خيالي، يا سيدي مش عايز العرض الخيالي، هو الاهلي شايف ان قفشه بالنسبه له لعيب مهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاهلي لو عايز لعيب من نادي الباطن والباطن مش عايز يبيعه له، الاهلي هيطلع يقول ده الباطن نادي درجه رابعه؟ طب ما ياما حصلت مفاوضات في انديه سعوديه كتير جدا وما فشلت المفاوضات عادي يعني. ما حدش لا طلع يتكلم ولا حق. وبعدين في كلام حتى لو انت متضايق ما تقولوش في الميديا. ما تقولوش في الميديا لانه في الاخر دي كيانات. فيا فندم تصريحاتك غير مقبوله. هذه تصريحات غير لائقه. ما كان يجب ابدا ان هي تتقال. ومش عايز اكبر الموضوع واقول يجب ان تعتذر وكل الكلام ده عن التصريحات دي خالص. بس كل مكه ادرى بشعابها يعني، كل واحد ادرى بنفسه. صح ولا غلط؟ هو الحقيقه بس انا عايز اقول اسمه ناصر الهويدي. انا ما اعرفش هو مركزه ايه في نادي الباطن. لا يا استاذ ناصر والله صدقني لو انت نادي درجه رابعه الاهلي كان هيحترمك. هي مالهاش دعوه لا بالدرجات ولا بتاع. انا ما اعرفش اولا يعني ايه مناسبة الخروج بهذا الكلام؟ ايه الوكلاء فهموه ايه؟ لكن مسألة ان في نادي بيرد في الوقت اللي يحب يرد فيه. لان انت مش هتحدد للنادي اللي قدامك يرد عليك في التوقيت بتاعك. اذا كان هناك رد يعني. اما اللغة فالحمد لله ان الاهلي ما تعملش معاك. يا جماعة تاني وتالت ورابع بالذات في الكيانات العربية الشقيقة النادي الأهلي وتقريبا كل الأندية المصرية بتحترم كل الأندية الشقيقة في المحيط العربي كلها وما بنسمحش خروج. وأنا قلت لكم قبل كده أنه حتى في الرياضة أحمد حسام ميدو تم الاستغناء عنه من أحد الأندية السعودية ورجع للقاهرة لمجرد أنه على السوشيال ميديا رد على مشجع. فأنا هنا بتكلم على إعلام يستضيف واحد متجاوز ثم مسؤول نادي يتحدث على النادي الاهلي بالطريقه دي. النهارده في قطر في لعيب مشوه علشان رد على مشجع. هو ده الانضباط وهي دي المنظومه اللي فعلا فيها هذا الحزم وهذا الحزم. لكن مسؤول نادي يتكلم على النادي الاهلي بالطريقه دي اعتقد كلام صغير قوي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي بيتعامل مع الجميع باحترام وانضباط وتقدير. عشان كده اعتقد موضوع الباطن ده كان غريب. انت مصر تعرف تفاصيل؟ طبعا. الكره في ملعبك يعني ملعبه ملعب الاداره المعنيه وملعب الاداره العامه وكل حاجه. وانا هقول لك الكلام اللي هو حصل. ايوه. مش عشان الاهلي يبرئ ساحته. لكن عشان في مفاجاه
بعد ما اقول لك الكلام ده. ايه بقى؟ هقولها في الاخر. يلا. الموضوع بدا بخطاب يستطلع نيه الاهلي، رغبه النادي نادي الباطن، نادي الباطن في استعارة اللاعب قفشه، كابتن مجدي قفشه، بدون تفاصيل. ثم تواصل تليفونيا وشفويا مفوض من النادي يتحدث باسم نادي الباطن. اه تمام. احد الوكلاء فوضوا النادي للتفاوض. الاهلي ما كانش عنده من ناحيه المبدا الموافقه المبدئيه، ولكن كان ينبغي ان يدرس ان الموضوع يخص لاعب. الحوار فضل رايح جاي لم يصل الى اتفاق، وانتهى الامر عند هذا الحد. خلاص. حوار شفوي، ما فيش فيه مراسلات ولا مسؤول الباطن. بين المسؤول الذي فوضه نادي الباطن. يعني بعته قال له ده اللي هيتفاوض بالنيابه عن نادي الباطن. وده تم مع اداره التعاقدات عندنا. المفاجاه ان لما حصل هذا الكلام، هذا المفوض تواصل مع الاداره وقال لها لم يحدث ان تحدث الاستاذ هويدي عن النادي الاهلي بسوء. الكلام ده ما حصلش. نقلا عن مين؟ نقلا عن المفوض. وعايزين بقى نقول للناس كفايه اللعب في مساحات العلاقات بين الانديه. انا بقول الكلام ده لانه لما بيترد ان ما ينفعش يتقال، ان يقبل ان يسمع هذا الكلام. فاذا كان قيل فهذا ردنا، اذا كان لم فعلا يقبل لم يقلش لما تحصلش يبقى نعتبر ان هناك ان شبانه ما ردش. لا ان في هناك حد بيلعب في العلاقه كالعاده. كالعاده. ان كل ما يجي بادره علاقات بين الاهلي وبين احد الانديه بينط فيها نفس الاشخاص الذين يريدون تسميم الابار. فالموضوع يعني اذا نراعي فيها طبيعه العلاقات الاخويه. انا قلت كل اللي حصل دون يعني ان احمل شخص بعينه بجزم المسؤوليه. طيب ده ما يتعلق يا جماعه بهذا الجانب في العلاقات. الاهلي راح المغرب. الاهلي 28 يناير يسافر للمغرب. فنلاقي حد هنا بيتكلم من نفس الابواق ومن نفس الاماكن. انتوا دلوقتي الاهلي رايح المغرب، وانتوا ناسيين الاهلي عمل ايه في المغرب، وانتوا ناسيين انه الخطيب في مؤتمر صحفي اساء للنادي الوداد واساء للمغرب. وكلام الغريب جدا لما تسمعوه تستغربوا جدا انه ده حصل، وتهييج للجمهور المغربي. صديق محمد شبانه حب يعمل تجربه يشوف رد فعل الناس اللي هنا بتعمل ده على الجمهور المغربي، فسالهم ناويين تستقبلوا الاهلي ازاي. نشوف شبانه والردود المغربيه. هوريكم البوست اللي انا وجهته لاهالينا في المغرب. اهو انا قلت لجمهور المغرب كيف ستتعاملون مع مع الاهلي في المغرب. خلينا نشوف ردود افعال الناس ايه بسرعه جدا. بص يا سيدي، احمد صلاح: الاهلي سوف يلعب في المغرب، بعتبره صاحب الارض ونحن الضيوف. قاسم علوي بيقول: طبعا الجمهور المغربي سيشجع الاهلي المصري لانه فريق كبير ويحترم كل المغاربه. كريم صلحاني بيقول: سنشجع النادي الكبير في افريقيا، نادي القرن الذي نحبه، ولكن له كل التقدير، سيكون وسط جمهوره كما هو في القاهره، وسيلعب تحت هتافات جماهيرنا. برخوخ اسمه: انا مغربي ورجاوي، خد بالك ده بيشجع الرجاء كمان، وساساند الاهلي المصري في حاله مشاركته في بطوله العالم. ان شاء الله احنا خلاص المساله اتحسمت. مريم بتقول بالجلميه، بتقول ان شاء الله سنشجعه احسن تشجيع. عبد الغني بنشيش بيقول: وهل عندكم شك ان الجمهور المغربي هيشجع فريق اخر ضد الاهلي؟ طبيعه الحال هذا من سبع المستحيلات. ولا كومنت يا جماعه ضد الترحيب بالاهلي، ولا واحد. طبعا الكومنتات كتير جدا.
فانت بتتكلم 2200 لايك وبتتكلم في اكتر من 1000 تعليق وبتتكلم في شيرز كتيره جدا فلقيت رد الفعل بالنسبه لي مدهش. طيب راجل يعني احنا هتقولوا انتوا بتستندوا على ما يقوله كثير الاستاذ محمد شبانة لان راجل موضوعي ومهني وبيعمل هوم ورك كويس وبيجيب لك الدليل. الراجل حس ان في عبث في العلاقات بين الاهلي كالعاده بفعل فاعل من بعض الصغار هنا فقال لك ما نعمل تجربه نشوف رد تاثر الناس بالكلام ده ايه. واديكم سمعتوا اللي قاله. الاهلي له محبوه ويلقى الاحترام وسيلقى الاحترام وسيلقى التشجيع والعبوا غيرها ولا الجمهور المغربي هيصدقكم ولا الجمهور الاهلاوي هيندفع ورا هذا العبث ولا حاجه هتحصل باذن الله لان ايه القافله تسير يا استاذ ابراهيم والباقي معروف. طيب الحقيقه الكلام على انه اصل الاهلي دلوقتي بيتكلم عليكم كويس علشان رايح المغرب. بصوا بقى الاتحاد الدولي اخطر الاهلي بالمشاركه في كاس العالم للانديه في المغرب 1/11 يوم بالظبط الاسبوع اللي فات. قبل منها بايام كابتن محمود الخطيب في مؤتمر الرعاه من حوالي يعني انا هقول لكم بالظبط التاريخ مؤتمر الرعاه اللي النادي الاهلي كان عامله كابتن الخطيب استهل المؤتمر بتهنئه المغرب بعروضها في المونديال قبل ايام كتيره من تاكد تنظيم المغرب للبطوله او حتى مشاركه الاهلي فيها. نفكركم او نفكرهم هم مثير الفتن العبوا غيرها لانه ده الكلام اللي قاله الكابتن خطيب قبل الهنا تقريبا بحوالي اسبوعين. عايز اتكلم في حاجه يجب ان احنا كلنا نحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها لان حاجه يعني اسعدتنا جميعا كعرب حاجه شرفتنا كلنا كأم عربية. بستأذنكم ان احنا الاول نقدم التهنئة. التهنئة الحقيقة من القلب. وتحية واجبة للمنتخب المغربي. المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب. وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق انجاز تاريخي في كأس العالم. وأثبت حاجة مهمة مش بس المهم النجاحات في الفوز لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه وبعد الفوز ده فيه إيه. أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام والاحترافية في العمل والروح العالية والثقة في النفس تقدر تصل يعني تصل وتنافس اعلى المستويات العالميه. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربيه الشقيقه. طيب الكلام ده في مؤتمر تقديم اخر الرعاه اللي جي سي. الكلام ده كان 11/12 11/12 وقرار الفيفا 16/12 يعني ولا كان كنا عارفين ان هنروح كاس العالم ولا حاجه. كان كلام من القلب كلام فعلا بيترجم احترامنا لأداء وواقع المغرب اللي احترموا العالم كله احترم التخطيط قبل وأثناء البطولة وأشار إلى هذا الكابتن وقال ده العمل الجاد الذي أثمر عن هذه النجاحات. والحقيقة يا جماعة تجاوب النادي الأهلي وتفاعلوا مع إنجازات المنتخبات والأشقاء سواء في قطر أو السعودية أو تونس والمغرب تحديدا لاحظوا انه من بدايه البطوله والنادي الاهلي حريص عبر الموقع الرسمي للنادي على الاشاده الدائمه بالانجازات او بالاداء العربي. النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضائه وجماهيره يتقدمون بخلص تهاني للمنتخب المغربي. ده من مع بدايه البطوله وهتلاقوا مع كل مباراه للمنتخب المغربي مع الصعود خالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق. ده بعد ما تاهل لدور الثمانيه. إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي خالص التهاني للأشقاء الذين أسعدوا كل العرب بمناسبة الإنجاز اللي تحقق للمغرب مع كل مباراة بالتأهل للدور قبل النهائي مع كل مباراة. ثم
المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا، وتهنئة من القلب للمسؤولين والجماهير المغربية برقية بتوقيع الكابتن محمود الخطيب. يعني يا جماعة أي حد صغير صغير بجد، صغير في أخلاقه وصغير في فهمه وصغير في مسؤولياته، يطلع يتهم النادي الأهلي أنه دلوقتي بينافق الأشقاء في المغرب؟ لا، احنا كده بنتكلم في حاجة صغيرة قوي يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، الكبار ما بينفسنوش، الكبار ما بيعيشوش حالات الغيرة والحسد والنفسنة والغل. الكبار بيتصرفوا كبار. النادي الأهلي نادي كبير وبيتعامل مع الأحداث من هذا المنطلق. له نادي منفسن، نادي بيكسب، نادي مصنف، نادي يثق في نفسه، ونادي عنده فلسفته ومفهومه الرياضي الحقيقي مش المفتعل. فبيستبق باستمرار الأحداث وبيتعامل معاها بحجمها. لما يكون للنادي الأهلي حق، لخصه في كلمة أنفير للمسؤولين عن الحدث، لا طلع ولول ولا لطم ولا عمل، أنفير أنفير، واخد بالك؟ وعندما يجد عمل يستحق الإشادة حتى لو كان من النادي اللي هو يعني تأهل على حسابه أو بلد النادي تأهل على حسابه، مفيش نفسانة، إشادة مستمرة مع كل مباراة من القلب، صوت وصورة وأوراق رسمية. فيا أستاذ إبراهيم، الأهلي في حتة تانية، لأنه تاريخه كبير، تاريخه مش ناقصه أنه يعني عشان يبان قوي وقع بين الناس وبعضها، عشان يجد صغيرة قوي يجد لنفسه مساحة يقول أنا موجود، وفي كل مرة لا يحترموا الشخص اللي هو راح خبص له. يعني انت فاكر الجواب والبرقية اللي بعتها للإذاعة التونسية هي اللي فضحته بالاسم، قالنا من فلان الفلاني، ولكنه ما زال يرتزق من هذا الدور. يعني حاجة غريبة جدا انه يعني ما فيش حد بيتعلم، لانه فقد الشيء لا يعطيه. اما النادي الاهلي لا، هيتعامل بالشياكه المستمره مع كل الناس، لان دي حقيقه قناعاته الرياضيه وقيمه المجزره فيه. وعشان كده ده راي الزميل سيف زاهر، نشوفه. دايما الناس تسال هو ليه الاهلي دايما سيستم لوحده؟ هو الاهلي ده ايه، منظومه لوحده ليه؟ هو الاهلي ده ما بيغلطش؟ هو الاهلي ده ما فيش خناقه جوه في المجلس؟ ايه الموضوع؟ ايه القصه؟ الأهلي ليه مختلف؟ الأهلي مختلف لأن عمل منظومته في سنين كتيرة جدا، وحط سلوجن الأهلي فوق جميع محبيه، وكل رموز الأهلي في خدمة الكيان. واحد يقول لك يا عم كلام، أهو في الآخر الناس ما بتحبش بعض. هتشوف صورة دلوقتي لاتنين من رموز النادي الأهلي في المدرجات، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، اتنين من يعني من الرموز اللي قعدوا على كرسي النادي الاهلي. كابتن حسن اتدرج مشوار كبير جدا 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 من لاعب لكرسي الرئاسه، واتدرج لمدير كوره، واتدرج لمجلس الاداره، والكابتن محمود الخطيب بالمثل، واشتغلوا مع بعض، وكان هو الرئيس وهو النائب وهو الرئيس وهو النائب وهو عضو مجلس اداره. الان في كاس العالم، كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب جنبا الى جنب بلا اي خلافات، بحب كبير جدا جدا جدا، بحب كبير، بصداقة السنين، بصداقة أخ وأخوه، مش عايز أقول أب وابنه لأن يعني الأمور مش بعيدة، ولكن الأخ وأخوه كتف الكتف في ظهر بعض في حب كيان. الصورة دي تجاوب على حضراتكم في ليه الأهلي في حتة تانية، عشان واحد بيسلم التاني، وتفضل مبادئ النادي الأهلي هي اللي موجودة. صورة من كأس العالم، ولكن صورة تقف عندها كتير جدا. برضو ماشي في نفس السياق، الأهلي عمل مؤسسي، الناس مش من نفسنا، النجاح يتحمل الجميع، كل إنسان مخلص هيحط بصمته. وعلى فكرة أنا قلت لك من شوية، بصمة المكان بتنضح على اللي موجود فيه. طبعا الأخ
الاعلام السعودي هو راح مكان البصمه بتقتضي ان يقول الكلام ده، انه يسيل بصمه الحته اللي هو فيها. لازم يشتم في الاهلي ويهاجم الاهلي، وايه اللي هيطلع ليه؟ دي صوره اجيال متعاقبه سواء في الملعب او اداريه، نماذج للاحترام والشياكه والسماحه والقيم الحقيقيه الرياضيه الحقيقيه، فبيلقوا الترحيب والتكريم. شوف من امتى والكابتن حسن يبطل اداره ياخد احسن رئيس نادي في افريقيا وهو يعني بره المنصب. الكابتن الخطيب احسن جائزه الابداع الرياضي وهو رئيس نادي، وما زال ربنا يديله العمر ويمد في الفترات طول ما قدر على العطاء. واي حد هيجي مكانه هيبقى عايش بالقيم دي. احنا النهارده استاذ ابراهيم بنحتفل بذكرى مين؟ الاستاذ. قبل الاستاذ، لا اصل الاستاذ ده انا ليه بقول؟ لان كل القيم دي تربت، هي سفنجه كله بيشرب منها. صحيح. طيب قبل ما كده، كلام الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر جي ال سي واشادته بالمغرب وتهنئته للمغرب لقيت ردود فعل طيبه جدا في المغرب، وده فيديو لمشجع مغربي بيعلق على تهنئه الكابتن الخطيب للمغرب. سمعت كلمه الخطيب عن المغرب؟ نعم، محمود الخطيب وصلني لمقطع وشفت هنأ منتخبنا المغربي، وهذا ليس غريب عن هذه الاسطوره. شكرا له على الدعم، وشكرا للجميع على الدعم لمنتخبنا المغربي، وهذا راه اسطوره يا اخي العزيز. عندما نتكلم عن محمود الخطيب نتكلم عن اسطوره كلاعب. قبل ان يكون رئيس الاهلي المصري كان لاعب، وانتم تعرفون جيدا حقق ارقام قياسيه كلاعب وكرئيس، ومحترم جدا جدا جدا. شفت لقاءات عديده، والله محترم يا اخي ولا يتكلم كثير، وهذا اللي وصل الاهلي المصري، هو لا يتكلم كثير وحقق اشياء رائعه، وسيحقق اشياء رائعه من الاهلي المصري مستقبلا، لانه يعمل بجد ومحترم جدا واسطوره، وشكرا لك على هذا. فعلا سمعت اللقاء وهو اسطوره صراحه. ما هو كل اناء ينضح بما فيه، نحن نصدر الحب والتسامح والقيم مفتوحي الذراعين، نحتوي كل اشقاء وبكل قيم الرياضه وسموها، وكل رئيس نادي هو رمز لترجمه هذه القيم. ادي مردود المؤتمر ده، هو حتى بمناسبه اللي قاله في المؤتمر ومتابع الراعي الثالث لنادي الاهلي، وهو قال بنحترمه وبنحبه ونقدره، وهو كيف يرون رئيس النادي؟ لانه ينضح بالحب وينضح بالقيم الساميه. كل اناء ينضح بما فيه يا استاذ ابراهيم. ده كلام مصدر الحب ويصدرون الكراهيه، وكل واحد يشيل شيلته. كل واحد يشيل شيلته، لكن تاريخ الاهلي الطويل اللي وصل الى هذه النقطه المضيئه جدا اللي خلت الاشقاء العرب يتفاعلون مع النادي الاهلي ورئيسه بكل هذه الحب، هذه علاقة ما كان يمكن أن تصل أبدا لولا أن طريق الأهل الطويل والحافل بالإنجازات أضاءته الكثير من الشموع الحمراء، وهي اليوم عن الأستاذ. كذا مرة أسأل الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله إيه اللي كون الكابتن صالح كده، يقول لي كابتن مختار. كابتن مختار التتش كان الكابتن صالح بيعتبره الأستاذ المعلم وصاحب البصمة الكبيرة عليها باشمهندس وعلى كل قيادات الأهلي من بعده. أنا لسه بقول لك إيه؟ تاريخ مؤسسي متوارث من ناس ورموز حملوا لواء القيم الرياضية الحقيقية والمبادئ الحقيقية اللي تشكل منها هذا الكيان الأسطوري النادي الأهلي. والآن تحل ذكرى وفاة عظيم السيرة وطيب الذكر الأستاذ الكابتن محمود مختار التتش. نشوف هذا التقرير عنه اللي كانت قناة الأهلي أذاعته من قبل.
محمود مختار رفاعي والشهير بمختار التتش، كابتن منتخب مصر لكرة القدم وأحد أهم لاعبي النادي الأهلي المصري، والذي ولد في 29 من سبتمبر عام 1905 بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة. شارك التتش وهو في 18 من عمره مع فريق مدرسة محمد علي الابتدائية، وكان أصغر لاعبيها جسما وسنا، ولكنه كان أكثرهم مهارة. انتقل بعدها إلى مدرسة السعيدية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق وحصل على البكالوريا. وانضم الكابتن محمود مختار الشهير بالتتش للفريق الأول بالنادي الأهلي في عام 23، حيث اكتشفه النادي الأهلي وضمه إلى فريقه حتى اعتزل الكرة عام 1940. يرجع لقب مختار بالتتش إلى اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر آنذاك، وكلمة التتش تطلق على لاعب السيرك الصغير الحجم السريع الحركة الذي يبهر المشاهدين بحركاته وقفزاته ومرونته. تولى مختار التتش قيادة المنتخب المصري طوال 10 سنوات من العطاء، قاد بها المنتخب المصري للفوز بالمركز الرابع في دورة أمستردام الأولمبية عام 28، لدرجة أنه اختير آنذاك ضمن منتخب العالم لكرة القدم ومن بين أعظم 4 مهاجمين في العالم. وفي سياق المهام الوطنية للنادي الأهلي، سافر فريق النادي الأهلي عام 1943 إلى فلسطين تلبية لدعوة الأندية الفلسطينية لتعزيز موقفها في مواجهة الأندية الصهيونية. وقتها رفض اتحاد الكرة الذي كان يترأسه محمد حيدر باشا سفر بعثة الأهلي إلى فلسطين بضغط من السلطات البريطانية، إلا أن مختار التتش جمع فريق الأهلي وسافر بصورة غير رسمية ليلبي دعوة بالمخالفة لقرار اتحاد الكرة، الأمر الذي ترتب عليه شطب فريق النادي الأهلي كله وحرمانه من المشاركة في النشاط المحلي وأهمه كأس مصر. قرر مختار التتش اعتزال كرة القدم وهو في أوج مجده عام 1940، وحاول الكثيرين من الرياضيين والصحفيين والمشاهير إثنائه عن قراره، ولكنه فضل أن تبقى ذكراه وهو في أفضل حالاته. وحين أعلن مختار التتش اعتزاله، كتب الناقد الرياضي القدير محمد شميس تحت عنوان جناية مختار التتش على مصر: بعد اعتزال التتش لاعب كرة القدم لم يبتعد عن الرياضة، فقد عمل مدربا لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ثم سكرتيرا للعبة، ومراقبا للألعاب في النادي، ونائبا في مجلس الدولة. وفي عام 1965 أحيل محمود مختار إلى المعاش، فمنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى اعترافا بفضله على الرياضة المصرية. وقد ظل مختار التتش وفيا لناديه إلى آخر لحظة في حياته. وتوفي مختار التتش في 21 من فبراير عام 1965، وقد أطلق اسم مختار التتش على ملعب النادي الأهلي بالجزيرة تكريما لذكراه ودوره في رفع مستوى كرة القدم والرياضة في مصر والنادي الأهلي، ليبقى مختار التتش حدوتة شامخة من حواديت القلعة الحمراء. انتوا متخيلين ان اهم رموز النادي الاهلي الفاوندر او الذي اسسه عمر لطفي ما كانش يعني يوما ما رئيس النادي ولا عنده مناصب الرسميه الخطيره جوه النادي، والتتش صاحب او راعي او النشافه اللي هي استوعبت كل قيم ومبادئ النادي الاهلي عشان يضخها للاجيال اللي بعديها، ويصبح صالح سليم هو يعني التلميذ النجيب له، انجب التلاميذ وحمل بمصداقيه وامانه كل هذه الرساله الى الاجيال التي تلته والتي تحملها حتى الان بهذا الشغف وهذه المصداقيه وهذه الامانه والحرص. وده اللي مخلي النادي الاهلي مختلف امثال هؤلاء العظام. التتش يا جماعه يعني احد المكونات الرئيسيه في عقيده أو في ترسيخ عقيدة النادي الأهلي. الراجل ده لعده مجلس إدارة الحاجة بعدين يكرم إن هو ياخد وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن رئيسا للاتحاد المصري، لم يكن يوما عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي، لم يكن وزيرا للرياضة
كان وكيل وزارة، ولكن كان الأكثر إلهاما وحضورا وتأثيرا وتواجدا وتصدرا للمشهد الرياضي بما يمثله واحد من أبرز مهاجمي العالم في منتخب العالم، الرابع أو من ضمن أربعة مهاجمين على مستوى العالم. ورغم كده كان كثير يعني كل اللي اتذكر عليه أهم من كونه لاعبا هاما ما يجسده في مجال القدوة الإدارية اللي ما كانش بيطلع يعني قرارات بقدر ما كان بيلهم الناس. مرة كابتن حلمي أبو المعطر رحمة الله عليه واللي كسبانين الستة الحديث 6-1 خارجين قابلنا مختار التش، يقول مختار بيه وبتاع بيعملوا كده، قال له فرحان يا اخويا قوي، ما انتوا دخل فيكوا جون ما جبتوش 10 ليه؟ حلمي الله يكون، قال له الله يكون في عون السكه الحديد. ما كانش يعني بس كان يرى ان الاهلي يستطيع ان يفعل ويفعل 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 ويفعل. الطموح الكبير قوي ده هو اللي كان القاطره اللي بتجر النادي الاهلي. وانا حكيت لك قبل كده محب يوسف الشاب العايق الجميل كان لعيب كره هايل فماشي وحاطط بلوفر اصفر على كتفه كده في الخمسينات، فقابله وانا كنت معدي جنبه بص له كده قال له ها لبس لي الاصفر يا اخويا والله ما انت نافع. كان يعني ما يفوتش حاجه، عايش كل حاجه بالمزوره بالمسطره كما يراها وكان بغي ان تكون. بعد كده انت بقيت تشوف اللي يصبغ شعره فتقول نفس الكلام مع متغيرات العصر. ايوه دلوقتي تعمل ديل حصان انت حر، تلبس لي بنطلون مقطع انت حر، واخد بالك؟ فانما في النادي الاهلي ما بتشوفش النموذج ده كتير. بتجد لعيبته ليها نسق. فذكرى هائله نحتفل بيها مع حبيبنا احمد الشيخ المشجع الكبير اللي يبقى واحنا قالوا مختار التتش. احنا سبق واستضفنا مدام ناديه ومدام ماجده التتش، دول مالهم دول بنات الكابتن الكبير مختار التتش الحقيقه يعني اسعدونا في لقاء مره هنا طبعاً. في ملك وكتابه في ذكرى الاستاذ. وانا ليه بقول لكم الاستاذ؟ لانه تقريبا ده الحارس الامين على تقاليد النادي الاهلي عبر العصور. لما بنتكلم على حد يا جماعه توفي من 57 سنه ومع هذا الاثر بتاعه مازال موجود. كابتن صالح سليم توفاه الله من 20 سنه ومواقفه موجوده، والنادي الاهلي باستمرار مسطره واحده او تراكم المواقف بتاعته خلته يملك دستور متعارف عليه، لا يملك احد طرف الخروج عنه بالظبط، دستور متراكم من المواقف يجي يتصرف. لا الاهلي ما يتصرفش كده. انا بقول لكم كابتن حسن حمد ربنا يديله الصحه وطوله العمر كتير في الاجتماعات لما كانوا بتطرح حاجه يسكت كده ويقول لك بس الاهلي ما يعملش كده، ما يعملش كده. هو بيقول ده مش من فراغ، هو شافها من الكابتن صالح اللي اتعلمها من الكابتن التتش، والكابتن حسن علمها لكابتن الخطيب. عشان كده لما سيف زاهر شاف اللقطه في كاس العالم، هي لقطه لكل العالم، كابتن حسن ومعاه الكابتن الخطيب، هو ده توالي الاجيال وتناقل المواقف، والا ما كانش الاهلي هيفضل الاهلي بالقيمه المؤثره في مجتمعه وفي محيطه لغايه النهارده. هذا الاحترام الكبير للقيم. التتش ظهر من الاصل عشان حسين حجازي اتوقف. لذلك انا لما بقول بصوا المنبت نفسه، لما بقول لاولادنا وشبابنا اللي ما عاصروش هذه الامور، حبوا الاهلي كما وجدتموه مش زي ما انتم عايزين تحولوه، لان هو ده الحفاظ الوحيد على الاهلي بقيمه ورسوخه وقوته. قوته مش في الكلام اللي بيتقال، قوته في العقيده المتجذره ان الاهلي ما يقبلش غير الصح، الاهلي عايز يمشي صح، الاهلي يتعامل بلا تعالي عند النصر ولا ينكسر عند الهزيمه، يتعلم ويقف تاني وتالت. فمش احنا اللي هنقعد نجلد ونحفل. ولذلك انا ليه بقول لكم ما تحفلوش؟ لان انا لما اكون كسبان استمتع بفوزي مش هدايل قدامي. الرياضه لم تجعل الا من اجل انها تبقى مصدر للسعاده وفخر وبناء الشخصيه السليمه. انك حتى لما تتعامل مع المهزوم تتعامل بشموخ ورفق وتقول له هارد لك، تعبتني
بس انا ما اقدرش، انا اتعودت على المكسب. عايز تقولها اقولها، ولو مش عايز تقولها يكون احسن كمان. ترفق بمشاعر اللي قدامك واكسب باحترامك، يوم هو كمان يترفق بيك ويكسب باحترامك. انما بقى هنحفل على بعض ده لوح حته تانيه. مش احنا، روح اقعد في حته تانيه ليها مكانها وليها ناسها، مش الاهلاويه. لذلك ما تزعلوش مني يا شبابنا لما بنطلب منكم حاجات هي صعبه صعبه، ما تقعدش تقول بقى الكيوت وبتاع والناس تدي لك لفظين ثلاثه لضرب قيم الاهلي. احنا بنقول لكم افرحوا بالاهلي لانه مختلف، وانت حبيت الاهلي لانه مختلف، ولان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. هو ده النادي الاهلي، وهي دي قيمه، وهي دي تقاليده. مختار التتش ظهر لان الاهلي اوقف حسين حجازي بسبب عدم صعوده لتسلم ميداليه المركز التالي في خرق للروح الرياضيه، فاوقف الاهلي حسين حجازي اللي غضب وانتقل الى النادي الاخر، فظهر التتش وقتها نادي الزمالك عشان يظهر التتش. ربنا كفى هذه المعاناه او هذه الازمه، يظهر الكابتن محمود مختار التتش هذا القطب الاهلاوي العظيم، حارس قيم وتقاليد النادي الاهلي، واستاذ المايسترو صالح سليم. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى برموزه الكبيره بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.